أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. النهاردة بإذن الله هنبتدي لكتشر 6 في الإندوكراين، وهي عن الكالسيوم هوميوستيزيس، تثبيت الكالسيوم في الدم، وهي واحدة من المحاضرات اللي هي هامة وعاوزة فهم عميق، فعاوز تبقوا تركزوا معايا فيها. وكعادتنا بإذن الله هنبتدي بإن نحل الاندوكراين الامتحان السابق، نناقشه مع بعض. طيب اللي بيقول لي هنا one answer is correct، ال underactive thyroid اللي هي في السيفير كيسز بنسميها مكسديما، بس عندنا بيعتبروا ان الهايبوثيروديزم هي المكسديما، وده مش اعتبار صحيح 100%. هو بيسموها اندر اكتف ثيرويد، لما تبقى سيفير بنسميها مكسديما. هاوفر مش دي النقطه، لو قال لك مكسديما اعتبرها هايبوثيروديزم. ذير سبيتنج اديما، غلط، هي نون بيتنج اديما، ما بتغرس عشان فيها ميوسين. فيها ديليد ريلاكسيشن اوف تندون جيرك، صح، التندون جيرك يبقى بطيء ففي ديليد ريلاكسيشن، دي الاجابه الصح. بي في هايبو كوليسترينيميا، كوليسترول بيقل، لا، في الثيرويد الكوليسترول بيتحرك بصورة عكسية، يعني في الهايبوثيروديزم بيبقى فيه هايبر كوليسترينيميا، والعكس بالعكس، في الهايبرثيروديزم في هايبو كوليسترينيميا، فدي تبقى غلط. في دايريا، لا طبعا، لان الموتيليتي بتاعت الجاسترون سان تراكت تبقى قليل، بيبقى عندهم كونسبيشن دايريا، ده بالعكس في الهايبر في الجريفز. وعليه الاجابه الصحيحه تبقى بي فور بيبي. Regarding الكريتينيزم، all are correct except، هل في delay in all the milestones of normal growth، في تأخر في كل شواخص النمو؟ الإجابة دي صح، هو عاوز الغلط، خد بالك. Soft tissue growth is more affected than growth of bones، العكس، البونز more affected than soft tissue، وعشان كده قلنا البلف الصغير والفيسرا يعني كبيره، فبيبقى عنده بوت بيلي ابدومين وامبلايكا الهرنيا. المانديبل صغير لكن اللسان زي ما هو كبير، فعشان كده بيبقى عنده بروترودد تانج، انلارجد تانج. يبقى دي الاجابه الخطا وهي اللي هو عاوزها. There are sterility and impotence، طبعا. The thyroid stimulating hormone is increased if caused by defect in thyroid gland. ما في يعني نفكر فيها، الكريتينيزم هايبو فانكشن، يبقى لما الثيرويد تطلع تي 3 وتي 4 قليلين يبقى بالنيجاتيف فيدباك تي اس اتش هيزيد. طبعا انا بجيب لكم الاسئله اللي عاوزه مفكر شويه بنناقشها، يعني الامتحان بياخد وقت لا يقل عن تحضير الاوراق بتاعه المحاضره. طيب السؤال اللي بعد كده، بس نعدلها دي شوية عشان نقدر نشوف بصورة أحسن. Regarding the Graves disease، it's caused by thyroid stimulating hormone receptor blocking antibodies. لا، هو stimulating antibodies. Blocking ده يعمل hyperfunction، ما يعملش hyper. والجريفز دي اللي هي أهم سبب للهايبرثيرويديزم. Exophthalmos is present in all cases. لا، 50 ل 80% بس من العيانين هم اللي عندهم اكسوفثالموس. There is increased appetite and thirst، دي الإجابة الصح، سي هي الإجابة الصحيحة، برغم إن العيان بيخس لأن الحرق زيادة فهو بياكل كتير ومع ذلك بيخس، في decreased body weight برغم إنه بيحاول يعوض الحرق الكتير بالأكل، وطبعا السخونة بتؤدي إلى thirst، فبيبقى بياكل كتير وبيشرب كتير العيان ده. It's treated by beta adrenergic stimulants and anti-thyroid drugs. في الغلط هنا انها stimulants، لا، هو beta adrenergic blockers، propranolol، اندرال، وanti-thyroid drugs دي صح. وعليه تبقى دي غلط لان النصف الاولاني غلط. اهم علاج قلت لكم في الهايبرثيروديزم يا اولاد ان ناخد beta adrenergic blocker، propranolol، ده يسبق الanti-thyroid drugs، لان بيبقى فيه increased sensitivity to catecholamines. وعليه الإجابة الصحيحة هتبقى هنا إنه there is increased appetite to thirst، C. طيب السؤال الرابع، goiter، all are correct except، هل كل عيان عنده تضخم في الغدة الدرقية goiter؟
It may be caused by anti-thyroid drugs طبعا. ده هو ده السايد افكت بتاع الانتي-thyroid drugs. الناس اللي عندها جويتر بتاخد دواء الجويتر بتكبر. انت فاهم ليه؟ لان ما بيقل التي 3 والتي 4 بيزيد التي اس اتش بالنيجاتيف فيدباك ميكانيزم وده بيكبر غدة. ممكن الجويتر يجي من اكسس انتيك اوف كابج. قلنا في اكلات زي الكابج زي الكولي فلاور زي البروكلي بتكبر الغدة لانها فيها جويتروجينيك ايجنتس حاجات تمنع تقلل تكوين التي 3 والتي 4 فبالنيجاتيف فيدباك تزود التي اس اتش فالجويتر تكبر. Always accompanied by hyperthyroidism دي الإجابة الغلط وتبقى هي المطلوبة اللي هي C. T3 T4 secretion may be normal ما هو في physiological goiter زي الستات اللي بتبقى حامل في البريجنانسي في اللاكتيشن في البيوبرتي ساعات الغدة بتكبر لكن بيبقى الفسيولوجي مظبوط يعني الغدة بتطلع نفس كمية الهرمونات. Regarding thyroid diseases وعليه في السؤال اللي فات الاجابه الخطا اللي هي مطلوبه سي. Regarding thyroid diseases in Graves disease there is bradycardia غلط في tachycardia. In cretinism there is difficult in breathing and swallowing صح هي دي الاجابه الصح لان لسانه كبير فالعارف يبلع والعارف يتنفس وده تخلي الام الذكيه تتشخص الحاله البيبي رضاعته صعبه ونفسه صعب فنلحقه نديله ثيروكسين قبل ما البراب برين بارير يتكون. الميكسيديما ذير از وورم فلاشد سكين لا في الهايبوثيروديزم بيبقى السكين كولد وبيبقى ايفن بيبقى يلو لكن مش فلاشد فلاشد ده ما يبقى فيه سخونه. ان هايبوثيروديزم ديو تو اكتوبيك ثايرويد تيشو يعني في اكتوبيك ثايرويد تيشو خارجي بيطلع ثيروكس يبقى بالنيجاتيف فيدباك هيقل التي اس اتش مش هيزيد يبقى دي غلط وعليه الاجابه الصح تبقى بي. طيب وعليه الإجابات السؤال الأول والثاني والخامس الإجابة الصحيحة بي الثالث والرابع الإجابة الصحيحة سي. طيب نتوقع على نبتدئ حصة مهمة جدا وهو الكالسيوم هوميوستيزيس ولا يغيب عننا أولاد أنه الكالسيوم ده مشكلة اللي هو هشاشة العظام دي بتبدأ هشاشة العظام في المعلومات العامة بعد سن 35 وطبعا بتبقى أكتر في الفيميلز كمان بعد سن المينيبوز فده موضوع مهم. الأول بحب أبتدي فقرة معلومات عامة جميلة. 99% من البادي ماس معمول من 6 elements 6 عناصر يعني 99% من جسمك معمول من 6 elements اللي هما مين؟ فكر اعتبرها كده سؤال في معلومات عامة. اكسجين هيدروجين كربون النيتروجين اهم هذا اربعة ومين اكتر تو مينرالز معادن في جسمك؟ الكالسيوم نمبر 1 والفوسفورس نمبر 2 كانت هذه فقط المعلومات العامة. مين ال 6 elements اللي بيعملوا 99% من وزن الجسم. تدي بقى الكالسيوم هوميستيزيس دلوقتي functions of calcium. انت جسمك بيحتوي 1100 جرام كالسيوم 1100 grams of calcium معظمهم في صورة كالسيوم salts كمية قليلة جدا بتوجد في صورة ايونايزد كالسيوم متعين بس هو ده اللي في سيراجيكالي اكتف هو ده اللي مهم وظائفه. فأول سؤال ممكن يجي لنا functions of calcium في البادي غالبا ما بيجيش انت طبعا في حاجات اهم هتقسمها حب النظام جدا وظائف الكالسيوم سولتس وظائف الايونايزد كالسيوم. كالسيوم سولتس طبعا اهم حاجة بيعمل الهارت تيشو اللي هما bone and teeth formation ان العظم والاسنان اساسا كالسيوم. طب هل في كالسيوم سولت في حاجه ما هيش هارت؟ طبعا الميلك اللبن غني جدا بالكالسيوم بس ده مش هارت تيشو. نيجي للجزء الاهم في السؤال بقى 1% من الكالسيوم في الجسم مش موجود في صوره كالسيوم سولت موجود في صوره ايونايز كالسيوم في البلازما ده ليه 6 وظائف. فاز بطريقة لطيفة
ما عشقت مثل عشق النظام، كل حاجة بحب أعملها لكم بطريقة منظمة. واحد اتنين تلاتة، يعني وظيفة لوحدها، بعدين وظيفتين، وبعدين تلات وظائف. أول وظيفة، أول مرة خدنا الكالسيوم كان في البلاد، كان مهم للبلاد كواجيليشن، دي أول مرة. طيب تاني وتالت مرة خدناهم في الاندوكراين، خدنا علاقتين مع الهرمونز. إن قلنا إن البروتين والبوليبيبتايدز ومعاهم الكاتيكولامينز، فاكر؟ كانوا بيشتغلوا عن طريق الجي بروتين، عن طريق أربعة سكند ميسنجرز، كانت واحدة منهم الكالسيوم كالمودولين سيستم. يبقى إذن الكالسيوم بيشتغل كسكند ميسنجر، وسيط للبروتين والبوليبيبتايدز ومعاهم الكاتيكولامينز، دي حاجة. طيب كل البروتين هرمونز عشان يخرجوا من الخلية، والكيميكال ترانسميترز عشان يحصل لها ريليس من نيرونز، بتطلع بعملية اسمها اكزو سايتوزيس، اللي تحتاج الى كالسيوم. فحتى انا حطيت لك حرف اتش عشان تفتكر. يبقى مرتين خدناهم مع الهرمون في المود اوف اكشن، بيشتغل كسكند ميسنجر. الريليس اوف هرمونز، ومش بس البروتين هرمونز، وكل الكيميكال ترانسميترز بيحصل بالاكسيتوزيس اللي تحتاج كالسيوم. يعني الكالسيوم مهم للاكشن ومهم للريليس. الاكشن بتاع الهرمونز كسكند ميسنجر، والريليس بتاع الهرمونز ومعاهم الكيميكال ميسنجرز. طب اخر ثلاث وظائف، نيرف ومصل. في النيرف دي اهم وظيفه بقى يا اولاد، ركز فيها. الكالسيوم مهم للاكسايتابيليتي، يعني لما يقول لي مين اهم ايون بيتحكم في الاكسايتابيليتي في جسمك، تقولها صح. الطالب العادي يقول كالسيوم، الطالب المتميز يقول ايونايز كالسيوم، لان قلت لكم كما قوه شمشون في شعره، قوه الكالسيوم في التشارجز، في الايونات بتاعته. وقلت العلاقه عكسيه، ورسم لك الارجوحه ايه. لو قل الايونايز كالسيوم بتزيد الاكسايتابيليتي، وده اللي هناخده في مرض مهم جدا اسمه التيتاني، تشنج. اهم ايون يؤثر في الاكسايتابيليتي هو الكالسيوم. ليه؟ لان قلت ان الفولتج جيتد صوديوم شانلز، وهشرحها بعد كده، جاردد بايونايز كالسيوم. فلو شلت الحرس الكالسيوم، يبقى الصوديوم يدخل اسهل، بيحصل لورينج في الثريشولد بتاع الفولتج جيتد صوديوم شانل، طول الصوديوم اسهل، يعمل مور ديبولاريزيشن، مور اكشن بوتنشلز، تنتهي الكوارث بقى هنشوفها. يبقى تاني لما يسالك في الام اس كيو يديك اربع ايونات، يقول لك مين اهم ايون مسؤول عن الاكسيتابيليتي، ايونايز كالسيوم. والعلاقه عكسيه، لو زاد الايونايز كالسيوم تقل الاكسيتابيليتي، قل الايونايز كالسيوم تزيد الاكسيتابيليتي. هي الارجوحه دي برضو، لاني بحب اوسع المدارك. مين تاني اين مهم في الاكسيتابيليتي بعد الكالسيوم؟ ولانه مش موضوعنا، المغنيسيوم اهي مكتوبه عندك. المغنيسيوم عنده هاف بوتنسي، نص فعالية الكالسيوم. عارف دي تفيدك في ايه؟ الناس اللي بيجي لها تقلصات في العضلات وتتني، بنعالجها بايه؟ يبقى ده معناها الاكسيتابيليتي زايده، عشان كده عندها تقلصات، بيديها كالسيوم ومغنيسيوم. الطبيب العادي يدي كالسيوم، المتميز كالسيوم ومغنيسيوم، لانه عارف ان المغنيسيوم عنده هاف بوتنسي اوف كالسيوم. طب نيجي في المصل، خدنا الكالسيوم مهم لل كونتراكشن. طب في الكاردياك مصل كان مهم للريذمستي. يبقى دي وظائف الايونايز كالسيوم. كسؤال نظري مش مهم قوي، لكن كسؤال شافه مهم جدا، وقلتها بطريقه لم ولن تنسى. واحد اثنين ثلاثه، واحد بلاد كواجيليشن، اثنين علاقته بالهرمونز كسكند ميسنجرز ويطلعها بالاكسيتوزيس، انهي هرمونز؟ البروتينز هرمونز ومعاهم الكيميكال ترانسميترز. وبعدين النيورو ماسكولار سيستم، خدنا في النيرف ودي الاهم، مهم الاكسيتابيلتي وشرحتها، وعلاقه عكسيه. في المسلز كونتراكشن، في الكاردياك مسلز على وجه الحدود او التحديد اسف ريذمستي. طيب انتقل بقى للايونايز كالسيوم. نسبه الايونايز كالسيوم في البلازما في السيرم قد ايه؟ هلاقي بقى بعض الزملاء يكتب حاجه غريبه، يعني عاوزين يبسطوا التبسيط المخالي، فيقول لك نسبه الايونايز كالسيوم
10 ميلي جرام برسنت. رقم سهل او 10 كل الناس تفتكر، بس غلط. الكالسيوم من 9 ل 11، هنا بقى يجب تقول رينج من 9 ل 11 ميلي جرام برسنت، وفي بعض الكتب هنا يكتبوها 9 ل 10 ونص، مش هدق فيدي قوي، خليها 9 ل 11. ننصح ليه؟ لان ما اقدرش اقول ان الكالسيوم ناقص عندك غير لو نقص عن 9، وما اقدرش اقول انه زايد غير لو زاد عن 11. طيب ال 9 ل 11 ملي جرام دول متوزعين ازاي؟ عندي طريقه سهله جدا. نصهم 50% ايونايزابل، متأينين، ديفيوزابل يعني يقدروا يعدوا، فيسيولوجيكالي اكتف. الايونايزابل هم الفيسيولوجيكالي اكتف. طب والنص الثاني ان ايونايزابل، فيسيولوجيكالي ان اكتف. طب دول متوزعين ازاي؟ 40% bound to albumin، to plasma protein mainly albumin. انت اكتر حاجه الكالسيوم اكتر مينرال عندك، يبقى يتمسك على اكتر بلازما بروتين. يبقى فكر، ما بنحفظش مع بعض، لما اسال الكالسيوم اتشال على انهي بلازما بروتين، هو اكتر مينرال في الجسم، قلت في المقدمه اتشال على اكتر بلازما بروتين وهو الالبوم ده، وبالتالي بقى نون ديفيوزابل فيسيولوجيكال اكتف. ده 40%. ال 10% اللي فاضلين او 5 ل 10 على وجه التحديد يعني لو ادق، هيبقوا موجودين في صوره سولتس مع اورجانيك اسيد مع فوسفيت مع اوكزاليت، يبقى ديفيوزابل لكن نوت ايونايزابل، يبقى فيسيولوجيكال ان اكتف. يبقى الفرق بين اللي بس في البلازما بروتين نون ديفيوزابل وان اكتف، دول ديفيوزابل وان اكتف. يبقى مين اللي اكتف بس؟ اللي هو نص الكالسيوم اللي هو الايونايزابل. الاقي بقى في بعض الكتب عندنا في الجامعات المصريه زي ما قلت لكم مثال للتدقيق حيث لا ينبغي التدقيق. قال ايه بقى؟ يقول لك الايونايزابل كالسيوم اعداد لا قيمه لها على الاطلاق، ال 47 و 8 من 10 اللي انا قلتها 50%، وال باوند تو بلازما بروتينز البومين 46 و 4 من 10 وال سولتس 6 و 4 من 10. اولا اعداد من الصعب جدا تذكرها، والاهم انها ملهاش قيمه التدقيق حيث لا ينبغي التدقيق. وبعدين في نفس الكتاب الاقي كاتب ان الكالسيوم ليفل في البلازما 10 ملي جرام. فطبعا لما نعلم ناس 10 ملي جرام يبقى تحت 10، 9.5 يبقى ناقص، 10.5 يبقى زايد، لا هي في رينج هنا من 9 ل 11. يعني الزميل الفاضل استخدم التدقيق حيث لا ينبغي التدقيق والعكس بالعكس. دي احسن طريقه يا اولاد للعرض، اوعى تنسى. يبقى الايونايز كالسيوم من دي تقولها رينج 9 ل 11 ملي جرام برسنت. طب بعد كده متوزعين ازاي؟ نصهم، او اسف احنا بنتكلم على السيرم كالسيوم، انا يعني المفروض دي ما نخليهاش ايونايز، نخليها سيرم كالسيوم لان نصهم بس ايونايز. اهي هنصلح حاله، مفيش اي مشكله. يبقى السيرم كالسيوم 9 ل 11 تمام، نصهم ايونايزابل ديفيوزابل فيسيولوجيكالي اكتف، ايونايزابل ديفيوزابل فيسيولوجيكالي اكتف، والنص الثاني بيبقى ان ايونايزابل وبالتالي بيبقوا فيسيولوجيكالي ان اكتف. يا اما 40% ماسكين مع البومين، ده دول مش بس ان ايونايزابل ونون ديفيوزابل وفيسيولوجيكالي ان اكتف، و15% موجودين مع اورجانيك اسيدز زي الاوكزاليت وزي الستريت والفوسفيت والكلام ده كله، ودول طبعا هيبقوا مش ايونايزابل، ديفيوزابل بس فيسيولوجيكال ان اكتف. يبقى هنصلح هذا العنوان مره اخرى وهنكتبه، يبقى ده السيرم كالسيوم، السيرم كالسيوم اهي، معلش عشان الورق بكتبه في عجاله قبل المحاضره واحنا مع بعض، مفيش اي مشكله. اي حاجه واحنا بنشتغلها مع بعض هنقول لك، ده بالعكس يعني بننبهك، طبعا مش مقصود التنبيه، يعني مش هقول لك ان انا قصدتها، انما كويس ان احنا ندسكس. يبقى السيرم كالسيوم هنا لازم تبقى مدقق جدا 9 ل 11 ملي جرام برسنت. بعض الكتب هنا تكتبها 10 ونص. طب متوزعين ازاي؟ هنا مش مهم الدقه، تقولها حاجه تقريبيه، 50% هم دول المهمين، دول الايونايزر والديفيوزر والفيسيولوجيكال اكتف. و50% ان ايونايزر وبالتالي وين اكتف. 40% منهم باوند تو بلازما بروتين نون ديفيوزابل كمان،
و10% في صوره سولتس مع السيتريت والفوسفيت والاوكزاليت والبايكربونات والاورجانيك اسيدز، يبقى دول بيبقوا ديفيوزابل بس ستيل فيسيولوجيكالي ان اكتف. طيب نكمل. ابزوربشن اوف كالسيوم، كل ده مقدمات ام اس كيو وشفوي. كالسيوم كما الحديد يمتص من الديودينم. اذكرك ليه؟ انا علمتكم قاعده مهمه جدا يا اولاد. اي حاجه عشان تمتص في الجي اي تي، واشوف مين يفتكرها في محاضرات الترم الثاني في الجاسترو انتستاينال تراك، لازم تبقى سوليبل. سوليبل يبقى ابزوربابل، قاعده حلوه قوي اهي. ان سوليبل يبقى نوت ابزوربابل. حلوه القاعده دي. يبقى اي حاجه عشان تمتصها في الجهاز الهضمي لازم تبقى دايبه، دايبه تمتص، غير دائبه لا تمتص. طب فاكر كنا قلنا مين يدوب الحديد؟ ال HCl اسيدز، هيدروكلوريك اسيد، حديد ما بيدوبش غير في اسيد في حمض. وكذا الكالسيوم، مين يدوب العظم؟ الكالسيوم. يبقى الكالسيوم كما الحديد سوليبل للاسيدز. طب احنا الامتصاص بيتم من السمول انتستين، فاني حته في السمول انتستين لسه الهيدروكلوريك اسيد بتاع الاستومك بخيره وما حصلوش نيوتراليزيشن؟ في الديودينم. لان باي ذا تايم نتنقل للجيجنم بيبقى نيوترلايز اتس ال، الوسط مش اسيديك. عشان كده يا اولاد امتصاص الكالسيوم والحديد اللي هما ما بيدوبوش غير فين؟ ما بيدوبوش في الميه. هل كالسيوم تجيب حته عظمه، تجيب حته حديد تحطها في ميه تدوب؟ مين يدوب الحديد؟ مين يدوب العظم؟ هيدروكلوريك اسيد اللي هو بخيره فين؟ في الديودينم. ده سؤال ام اس كيو. لان باي ذا تايم وصلنا الجيجنم يبقى الاتس ال نيوترلايز. في سبب تاني ومهم جدا لامتصاصهم في الديودينم، ان هما الاثنين بيتشالوا على الترانسبورتر بيشيل المعادن ثنائيه التكافؤ، اسمه بايفيلنت يعني ثنائي التكافؤ، ميتال يعني معدن، ترانسبورتر. هما الاثنين الكالسيوم والحديد بيتشالوا على الدايفيلنت ميتاليك ترانسبورتر. ايه اهميه الكلمه دي؟ يبقى لسببين. الاول هو الكالسيوم والحديد بيمتص في الديودينم لان الوسط اسيدك، ولان عندهم الترانسبورتر الكارير بروتين بتاعهم اللي يشيل الدايفيلن ميتال ترانسبورتر. ايه اهميتها بقى؟ معظم الزملاء مش هيقولها لك، ان في كومبيتيشن بتوين الكالسيوم والحديد، وعليه افهم نفس الكارير خدناها في الانترودكشن، ادام نفس الكارير يبقى بيشيل لحاجتين، يبقى في ما بينهم كومبيتيشن. ايه قيمتها في الطب؟ لو عيان بدي ناقصه كالسيوم عاوز اديله كالسيوم، لازم ياخده مع وجبات ما فيهاش حديد عشان ما كتير، عشان ما يحصلش كومبيتيشن. والعكس، عيان عنده انيميا نقص الحديد اللي هي اشهر نوع من الانيميا في العالم، ذا موست وايدلي يعني موجوده في الدنيا، اللي هو الاير ديفيشنسي انيميا. ادي معلومه حتى فاكر معاك العام، مين اكتر انيميا في الدنيا؟ الاير ديفيشنسي. فانا بدي عيان اير، ما ادهوش مع اكل فيه كالسيوم لان ده هياثر على امتصاص الحديد. نقطه مهمه جدا في الطب، معرفش ازاي الناس بتفوتها. الكالسيوم والحديد في ما بينهم كومبيتيشن، لان بيتشالوا على نفس الترانسميتر اللي هو الداي ميتال ميتاليك ترانسبورتر. معلومات كلها تفيد في صناعه طبيب فاهم. طب ايه الفاكتورز افكتنج الكالسيوم ابزوربشن؟ هنقول الحاجات اللي تزود والحاجات اللي تنقص. حاجات اللي تزود، وكل حاجه لعبد الله عنده ليها طريقه جميله، كلها بحرف الايه؟ اسيديك فود. طبعا اما الاكل يبقى اسيديك هيدوب الكالسيوم، يبقى حلو خالص يعني زي السيترس حاجات كده بتدوب. طيب امينو اسيد، لما تاكل الكالسيوم مع بروتين، ليه؟ لان البروتين معاه امينو اسيد، امينو اسيد اسيد اسيد، يبقى هيدوب الكالسيوم. طيب الديري برودكتس، منتجات الالبان، اشرب لبن احسن ولا زبادي احسن؟ طبعا اليوجورت الزبادي، فاهم ليه؟ لانه اسيديك ميلك برودكتس. طبعا لبن كويس بس اليوجورت افضل لانه اسيديك، ما انت فاهم. وبعدين اخر واحده بقى، الاكتف فورم اوف فيتامين دي 3 اللي هناخده بالتفصيل اسمه 125 داي هيدروكسي كوليكالسيفون. حتى كلهم بحرف الايه، اول ثلاثه فيهم كلمه اسيدز، اسيديك فود، امينو اسيدز، اسيديك ديري برودكتس اللي هو زي اليوجورت، ومعاهم الاكتف فورم اوف فيتامين دي 3. ده اهم حاجه مهمه لامتصاص الكالسيوم.
ولأهمية الكالسيوم، لأن قلت ده أكتر معدن في جسمك في كيف تكسب المليون. مين أكتر معدن؟ الكالسيوم. إن فيتامين دي ده من الفيتامينات القليلة جدا اللي في الأكل ملوش قيمة، في الأكل بس كمية لا تذكر، ملهاش قيمة. بيتعمل أساسا في الجلد، هنتكلم عليها بالألترا فايلت، أهميته للكالسيوم له أهم معدن. بينما لو أنا كلت مع الكالسيوم حاجات زي اوكجاليت وفوسفيت تعمل انسوليبل سولتس، يبقى هتمنع امتصاصه. يبقى ده الفاكتورز الاربعه اللي بيزودوه بحرف الاي واللي بينقص قلنا الاوكجاليت والفوسفيت. طب عايز اقول نقطه لطيفه برضو، طب ايه الاكلات اللي فيها كالسيوم كتير؟ قولها كده فقره معلومات عامه. ديفينتلي الديري برودكتس، منتجات الالبان، لبن، جبنه، زبادي. طب احسنهم انتوا عارفين لما يبقى اسيدك اليوجورت. لو عندك حد عنده هشاشه عظم، نقص في العظم، وستات كتيره فوق المينوبوز عندها اوستروبروزس، تقول لها عليكي بالزبادي اكتر من اللبن. لبن طبعا وزبادي احسن. الاجز، البيض، الاسماك القشريه، اديني قلت لك اهو عشان ناس كتيره قريبه عندهم هشاشه عظم. دي الثلاث وجبات الاساسيه، وطبعا في حاجات موجود في الفيجيتابلز وحاجات تانية كتير، بس دول اغنياء جدا. الديري برودكت سبيشالي اليوجورت، الاجز، الاسماك القشريه. طيب ده كان الكالسيوم. نيجي للفوسفورس بقى شقيقه اللي هو تاني معدن من حيث الكثره في الجسم. كل ده ولاد ما دخلناش في حاجه يعني ريتن او حاجه مهمه واسال، مفيش الكلام ده حتى. يعني ده معلومات مهمه جدا في الام اس كيو، بس في اهم منها بقى اللي هنجيبه. فوسفورس. معلومه رقم واحد، بحب النظام جدا. اب تو 1% من البادي ويت، حوالي 1% من وزن جسمك، يعني لو وزنك 80 كيلو يبقى حوالي عندك 800 جرام. طبعا انت عارف ليه الرقم مش مهم 1100 و800؟ لانها بتختلف حسب البادي بيلت، واحد ضخم، واحد متوسط، واحد قليل. فهنا حتى الرقم لطيف، 1% من البادي ويت. يعني بيكورليتد للبادي ويت. طيب هناك كان 99% من الكالسيوم موجود في البونز والتيس، 99. انما هنا 85% بس موجودين في البون والتيث. شوف بقارن اهو، يبقى هناك كان 1100 هنا 800، هناك 99% في البونز هنا 85% في البونز. البلازما ليفل، حد يذكرني انا نسيت يا اولاد، والورقه مش قصادي، 9 ل 11 ملي جرام بير سنت. هنا الفوسفرس بيبقى من 2.5 ل 4.5 ملي جرام بير سنت. طب موجود فين؟ اهم حاجه في البونز طبعا، وفي افري سيل، في كل خليه، في السيل ميمبرين فيها فوسفوليبيدز، في النيوكليك اسيدز جوه، في النيوكليس، في الهاي انرجي فوسفيت كومباوندز اللي بتدي الطاقه، كل دي فوسفيت. فوسفيت يعني عشان تعرف اهميه الفوسفيت. طب مين المركبات اللي غنيه؟ كانوت كاتبها لك، الفوسفوليبيدز طبعا، والفوسفرس كونتيننج امينو اسيد. ريجوليتد مينلي بايه الفوسفورس؟ دي معلومه جميله ناس كتير من الزملاء ما بيركزوش عليها، بالكيدني اللي ينظم الفوسفورس والكيدني، وعليه في الكرونيك رينال فيلير ما بتعرفش تتخلص من الفوسفيت، فبيحصل فوسفيت ريتينشن فيزيد الفوسفيت في السيروم، كيدني بروبلمز. طيب ويقل امتى بقى؟ هنجي لها بعد شويه. بزياده الباراثورمون، باراثورمون حب الكالسيوم ولا ما بيحبش الفوسفورس، يزود الكالسيوم وينقص الفوسفورس. باراثورمون عدو الفوسفورس. ونقص فيتامين دي. يبقى زياده الباراثورمون ونقص فيتامين دي. طيب نيجي نرجع تاني للمعلومات مهمه جدا. يبقى احنا درسنا كالسيوم وفوسفورس. تصور ايهما اهم؟ مش بس ككم، يعني الكم ما فيش فرق جامد، 1100 جرام من 800 جرام مش فرق. بما لا يقارن الكالسيوم، حتى جمله عرفتها لاجيال من الاطباء. Minor changes in plasma calcium have dramatic effects on the body. يعني التغيرات المحدوده في الكالسيوم لها تأثيرات مدمرة دراماتية على الجسم، والعكس major changes in
بلازما فوسفرس، يعني التغيرات الكبرى في البلازما فوسفرس. بس هقول جمله بقى هنا ايه استدراكيه جميله، ان لم يكن يصاحبها تغير في الكالسيوم لها ماينور افكتس. يعني التغيرات الصغيره في الكالسيوم ليها دراماتيك افكتس، والتغيرات الكبيره الكبيره في الفوسفرس ليها تاثيرات طفيفه طالما لا يصاحبها تغير في الكالسيوم. يبقى مين الايون المهم؟ كالسيوم. تقول لي يعني دي اتعلمنا منها ايه؟ اقول لك اعلمك ايه. لما حضرتك يجي لك لاب ريبورت، يعني تيجي بمعمل وشايف الكالسيوم والفوسفرس متلخبطين، دي بعلمك حاجه مهمه جدا، ما تظبطش غير الكالسيوم، اجنور الفوسفرس، كالسيوم هو المهم. فاكر احنا كنا قلنا السيرم كالسيوم كام؟ السيرم قلنا 9 الى 11، حتى قلنا نصهم ايونايزابل ديفيوزابل فيسيولوجيكالي اكتف لو كنت فاكر. شوف بقى 9 ل 11، لو نزل تحت 7 يحصل لك حاجه اسمها مانيفستيتاني، الاكسيتابيلتي تزيد لدرجه يحصل لك مانيفست، يعني واضح ظاهر مانيفستيتاني، ومي ليد تو اسفيكسيا، يعني من كتر ما انت بيحصل لك في المانيفست هتتشنج في اللارينكس، يعمل بريدنج بروبلمز، ما دي اسفيكس ده تحت 7 خلاص. طيب فوق 17 يترسب في السوفت تيشو، يعني المفروض هو يترسب في البونز والتيث، يترسب في السوفت تيشو ويحصل لك حاجه اسمها ميتا، يعني بعيد، ميتاستاتيك كالسيفيكيشن، كالسيفيكيشن بعيد عن البون، كل السوفت تيشو بتاعتك الثايرويد اللنجز الليفر كل حاجه يحصل لها كالسيفيكيشن، تحول لحته عظمه. اتس رير، صعب جدا يطلع فوق 17، بات فيتال كومبليكيشن. ويبقى ارقامها هنا تنسى يا اولاد، 7 ل 17 ادي الرينج بتاعك، هي نورمال 9 ل 11. شوف بقى التغيرات تافهه اهو، تحت 7 مانيفستيتاني ممكن تخترق، فوق 17 متاستات الكالسيفيكيشن تموت، رير فوق 17 دي رير بات فيتال كومبليكيشن. دي معلومه قيمه جدا يا اولاد، التغيرات الصغرى في الكالسيوم لها تاثيرات دراماتيك على الجسم. وقلت الرينج لا تنساه 7 ل 17، حتى الرقمين اللي زاد 7 17. معلومه ثانيه جميله جدا اللي هي اسمها السوليبيلتي برودكت. خلاص؟ في السوليبيلتي برودكت يعني ايه؟ لقينا ان حاصل ضرب الكالسيوم في الفوسفرس يساوي ثابت. يسموه سوليبيلتي برودكت، معامل الذوبان. خلاص؟ هنا عاوز بقى اعلمها لك صح، عشان بقت تربع الدكاتره عارفينها غلط، وعاوز الناس اللي بتتابعني بقى بيعملوا ماستر في العظم يتابعوا المحاضره دي كويس قوي. معنى هذا الكلام حصل ضربهم ثابت ان لو نقص الفوسفرس يزيد الكالسيوم، عشان يبقى الحاصل ضرب ثابت، زاد الفوسفرس يقلل الكالسيوم. وعشان كده انا بقول الفوسفرس خطير مش في ذاته، انما في تاثيره على الكالسيوم، لان حاصل ضربهم يساوي ثابت. تمام؟ انا احب افهمها لك بطريقه كويسه زي ما انا فاهمها. انا بتصور الاتي وهو تصور صحيح، ان البلد لا يميز بين الكالسيوم والفوسفورس، فبيذيب من كليهما كميه ثابته. يعني هو مش شايف البلد، مش شايف كالسيوم وفوسفورس، شايفه بحاجه واحده، كالسيوم وفوسفورس شايفه سولت واحد، فبيدوب منهم هما اتنين كميه ثابته. فلو حضرتك دوبت فوسفرس كتير يبقى اللي باقي لك تدوبه من الكالسيوم قليل، والعكس بالعكس. نيجي الغلطه الثانيه برضه، هل هذا الثابت ثابت ازلي ابدي يعني ما بيتغيرش؟ لا 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 لا، شوف جمله رائعه برضه، هذا الثابت ثابت بثبات البي اتش، يعني عند، يعني هو ثابت لما البي اتش تبقى ثابته، لكن تغير البي اتش يغير السوليبيلتي برودكتس. واحد يقول ازاي؟ ما انا قلتها لك، الكالسيوم والفوسفرس هما الاثنين بيدوبوا في الوسط الاسيديك، ففي الوسط الاسيديك تقدر تدوب من كليهما كميه اكتر، فدي الحاله الوحيده هي اللي يزيد فيها الكالسيوم والفوسفرس مع بعض، لان هما بيدوبوا اكتر في الوسط الاسيديك. وانت كملها بقى، طب وفي الوسط الالكالين ما بيدوبوش، يبقى يدوب من كليهما كميه اقل، يبقى فين الحاله اللي بيمشوا مع بعض، يزيدوا هما الاثنين او يقلوا مع بعض؟ في تغير البي اتش.
في الاسيدوزس الاثنين يزيدوا، في الالكالوزس الاثنين يقلوا. لكن لو ثبتت البي اتش، لو واحد زاد الثاني قل، واحد قل الثاني يزيد. اتمنى ابقى يعني كلير، اي هوب ام كلير اند ام اولويز كلير في حكايه السوليبيليتي برودكت اللي ناس كثيره فاهمها غلط. طيب عاوز اقول لك حاجه تاني، معلومه جميله برضو، ان نورمالي البادي فلويدز بما فيها الدم سوبر ساتوريتد ويز كالسيوم فوسفيت، يعني كميه الكالسيوم فوسفيت اللي دايبه فيها اكتر من درجه التشبع. الله، طب ازاي؟ طب ليه ما بيترسبوش؟ ادام انت بتقول سوبر ساتوريتد، مشبعه اكتر من باقي، بسبب مركب، افتح ودانك من فضلك، اسمه بايروفوسفيت. هذا البايروفوسفيت هو اللي بيخلي كل سوائل الجسم سوبر ساتوريتد كالسيوم اند فوسفيت من غير ما يترسب. وعليه لو عاوز ترسب الكالسيوم والفوسفيت تبني بون، لازم توقف البايروفوسفيت، وده اللي بتعمله الخلايا اللي بتبني البون، هي اوستيوبلاست بلاست، يعني يبني، بانها بتطلع بايروفوسفيت انهيبيتور، بايروفوسفيت انهيبيتور، فتلاقي الكالسيوم فوسفيت اترسب على طول في البون. طريقه رائعه في صناعه البون، فكرت فيها، ان الدم بيدخل البون سوبر ساتوريتد كالسيوم اند فوسفيت. طب مين اللي مانع انهم يترسبوا ويعملوا بون؟ البايروفوسفيت. فالاوستيوبلاست بذكائها تروح عامله له انهيبيشن، فالكالسيوم والفوسفيت هو المحلول اوفر ساتوريتد يترسبوا في البون، يقوي البون. حاجه ثانيه جميله، اي ديد تيشو في جسمنا نسيج مات، طب هنشيله ازاي؟ في نسيج جوه ميت؟ لا، بيتم تحنيطه جوه الجسم. النسيج لما بيموت خلاص بينهبت البايروفوسفيت، فسائل الدم اللي واصل له خلاص عمل انهبيشن بايروفوسفيت، الكالسيوم والفوسفيت اللي فيه هو سوبر ساتوريتد، تترسب في الديد تيشو، فالديد تيشو يتكلس، يعني كانه الحته اللي ماتت بدل ما تقعد سوفت كده وتطلع توكسنز بنحنطها، بنحط فيها كالسيوم فوسفيت بنحنطها. ازاي؟ بان في الديد تيشو بينهبت البايروفوسفيت. This is، انت فهمت ليه ربنا خلى سوائل الجسم سوبر ساتوريتد ويث كالسيوم اند فوسفيت؟ يبقى مهمه في شيئين، بناء العظم ان يدخل السائل سوبر ساتوريتد كالسيوم فوسفيت، الاوستيوبلاست روح موقفه البايروفوسفيت، يترسب الكالسيوم والفوسفيت يبني البونز. ده التيشو، طب هنعمل ايه؟ مش عاوزين نطلع توكسين، نكلسه نحنطه، يوقف البايروفوسفيت يترسب كالسيوم فوسفيت، يبقى اتحنط. شيء رائع لما تفكر فيها. طيب نيجي بقى لموضوع هذه المحاضرة وهو الأهم، كالسيوم، ما قلناش فوسفرس لأن هو ده المهم، كالسيوم هوميوستيزيس، يعني تثبيت الكالسيوم في الجسم، خلاص، أو مش في الجسم، وعشان نبقى نقولها بالظبط، تثبيت المسكن. قلنا من هو المسكن بتاع الخلايا؟ السمكة بتعيش في الماء، الخلايا بتعيش في الاكسترا سيرف فلويد. فلما اقول انا عاوز اعمل هوميوستيزيس، انا عاوز اثبت حاجة في الاكسترا سيرف فلويد، لان ده مسكن الخلايا. عاوزين نثبت الكالسيوم في الاكسترا سيرف فلويد، ما بين قلنا بيبقى في السيرم كام؟ فاكر الرقم؟ من 9 ل 11. فعندي تو ميكانيزمز يا اولاد. في عندي حاجة رابيد ميكانيزم، وفي سلو ميكانيزم. هنقولهم في عجاله بعد نشرحهم تفصيليا الاول، بس نحط الخريطه بتاعتنا. ان احنا قلنا البون معظم الكالسيوم موجود في البون، 1% بس من الكالسيوم اللي في البون بيبقى ريديلي اتشينجبل، قابل للتبادل، لابايل يعني متحرك. فده لو نقص كالسيوم في البلاد immediately 1% بس، 1% بس من الكالسيوم اللي في البون اللي هو readily changeable، يسموه amorphous، ملوش شكل، يعني مش في شكل كريستالات، يعني لا، ومورفولوجي يعني شكل، amorphous هي نفس كلمة لابايل متحرك، هي نفس كلمة readily change. ده كام في المية من الكالسيوم اللي في البون؟ 1%. طب هل في مصدر تاني readily changeable for calcium؟ في مصدر اخر اللي هو الكالسيوم الموجود في الميتوكوندريا بتاعت الليفر والانتستين. يبقى الرابيد ميكانيزم مصدره حاجتين،
كالسيوم جاي من البون، مش كالسيوم بتاع البون، 1% بس من الكالسيوم في البون، اللي هو ليه ثلاث اسماء ريدلي اكشينجبل لابايل او امورفس ملوش شكل، والكالسيوم اللي جاي من الميتوكوندريا بتاعت ليفر والانتستين. نيجي للسلو ميكانيزم، ده هرمونال، ونحن نعلم ان ربنا حاطط كل حاجه على ميزان، ففي هرمونات تزود الكالسيوم في السيرم وفي هرمونات تنقص الكالسيوم. مين بقى يزود الكالسيوم؟ الباراثورمون اللي بيطلع من التشيف سيلز، الخلايا الاساسيه بتاعت الباراثايرويد جلاند، وابنه بقول وولده اللي هو الاكتيف فورم اوف فيتامين دي 3 اللي اسمه 125، هنشرحه دلوقتي حالا، داي هيدروكسي كوليكالسيفرون، 125 داي هيدروكسي كوليكالسيفرون، دول وظيفتهم يزودوا الكالسيوم. طب لازم ربنا حاطط كل حاجه على ميزان، مش معقول كله يزود، لازم في حد ينقص، اللي هو الكالسيتونين خدناه من الثايرويد كان بيطلع من البارافوليكولار سيلز اوف ثايرويد اللي جنب الفوليكل، بارافوليكولار كانوا بيسموها سي سيلز لانها كلير سيلز، وزمان كانوا يسموه ثايروكالسيتونين لان اول ما عرفوا انه طالع من من الثايرويد فرحوا قوي، اكتشفوه بالمصادفه انه طالع من الثايرويد، كانوا اساسا بيدوروا على الباراثايرويد باراثورمون. طبعا دلوقتي كل الناس عارفه انه طالع من الثايرويد، فتغير الاسم من ثايروكالسيتونين، ما حدش بيستخدم الاسم ده دلوقتي لانه قديم قوي، بيقولوا كالسيتونين. وقلت كالسيتونين، كالسي يعني كالسيوم، وتونين يعني يضعف بمعنى يقلل الكالسيوم. دول الثلاث هرمونات، دي الفكره العامه قبل ما نبتدي القصه بتاعتنا. لسه برضو في مقدمه صغيره قبل ما ابتدي الجزء المهم في المحاضره. ان عاوز احكي لكم عن فيتامين دي 3. خلاص، فيتامين دي 3 الاكتيف فورم اسمه كالسيترول، وده اول واحد فكر فيه واحد اسمه ماكولم في 1922، انه لاحظ حاجه جميله جدا، انه كان الكلاب اللي عندها هشاشه في العظم ريكتس لما بيديها كود ليفر اويل، خلاص الزيت بتاع السمك اللي هو طالع من السمك يعني، غني جدا في فيتامين دي، فلقى ان الحاله بتتحسن، ودي كانت قصه اكتشاف فيتامين دي، وسماه فيتامين دي ليه بقى؟ لان حرف الدي ده رابع حرف في الحروف الابجديه، كان ده رابع فيتامين يكتشف سنه 1922. جه بعديه واحد اهم منه اسمه ادولف ويندوز في سنه 1928، عرف العلاقه بين فيتامين دي والكالسيوم وازاي بيقوي العظم، وحاز في سنه 1928 اللي هو الراجل اللي اسمه ادولف ويندوز يمكن تبقى نطقها كده، حاز جائزه نوبل في فيتامين دي، عشان تعرف حاجه مش سهله، في 1928 الراجل اللي اسمه ادولف حاز جائزة نوبل، فهم ازاي فيتامين دي ده مهم جدا، دي 3 في تقوية العظم. طبعا احنا بنقول ليه فيتامين دي 3؟ لانه ماكشر حوالي 5 او يمكن اكتر من فيتامين دي، اهمهم فيتامين دي 3 ده الاكثر اهمية اللي هندرسه، ده ستيرويد على فكرة. تعال احكي لك في عجالة، وانا عارف انك عارف في البايو قصة تكوينه، بس انا بقولها بطريقة معينة. قلت لأهمية فيتامين دي في تكوين العظم، فربنا خلانا لا نعتمد عليه في الفود اساسا، انما ده بيتعمل البدايه بتاعته في الجلد بالالترا فايلت ريز اللي هي ما بين الساعه 10 للساعه 4، من مركب سابق اسمه 7 دي هيدرو كوليسترول. انا عاوزك تركز هنا، 7 دي هيدرو كوليسترول، الكوليسترول مش ماده سيئه السمعه بتعمل تصلب شرايين، كل الاستيرويدز في جسمك بيتعملوا من الكوليسترول، يعني الكوليسترول وظيفته الاساسيه مش يعمل لك تصلب شرايين، كل الاستيرويد كومباوندز بيتعملوا من الكوليسترول. فال7 دي هيدرو كوليسترول بالالترا فايلت في الجلد اللي هي ما بين الساعه 10 و4 الظهر يتحول الى كوليكالسيفرول اللي هو رمزه سي سي اللي هو الان اكتف فيتامين دي 3. اما ليه سموه كوليكالسيفرول ساعدني انت بقى. كولي لانه معمول من كوليسترول، كالسيفرول لانه بيأثر في الكالسيوم، بس ده ان اكتف. عشان نعمل له اكتيفيشن لازم نحط له 2 هيدروكسيل جروب،
عشان يبقى اكتف. اول واحده بتتحط اوتوماتيكالي في الليفر، يعني في الليفر لما يدخل الليفر بيتحول الى 25 هيدروكسي كوليكالسيفرون، دي لوحدها. تاني واحده بتتحط في الكيدني. فيتامين دي بقولها بغبائه، لو سبناه براحته كان هياخد تاني واحده بالترتيب، دي في ذره 25 كان هياخد التانيه في ذره 24، وكان هيبقى اسمه 24 25، هو اتنين ورا بعض 24 25، داي هيدروكسي كوليكالسيفرون، وكان بقى فيسيولوجيكال ان اكتف ولا ليه اي قيمه. بيجي بقى الباراثورمون يقول له تعالى هنا يا ولد، ما تاخدش الهيدروكسيل جروب بالترتيب، خدها عند كاربون اتوم نمبر 1، كده هتبقى فيسيولوجيكالي هاي اكتف، هيبقى ليك نفع. طب ازاي الباراثورمون قالها له؟ هو الباراثورمون ده بيتكلم؟ لا، عن طريق انه عمل اكتيفيشن لل1 الفا هيدروكسيليز انزيم في الكيدني، يبقى عمل اكتيفيشن لل1 الفا هيدروكسيليز فخلاه ياخد هيدروكسيل جروب عند كاربون 1. عشان كده قلت الجمله المشهوره، كنا واحنا اطفال يقول ايه، لو عندنا اغنيه كده في عيد الام نقول لولاك يا امي ما كان ميلادي، فانا بستعير نفس الاغنيه دي وبستخدمها وبقول لولا الباراثورمون ما كان ميلاد ال 125، عشان كده اعتبرته ولده هو اللي عامله، لو ما فيش باراثورمون مش هتعمل 125 داي هيدروكسي كوليكالسيفرون اللي هو الكالسيترول. امال مين اللي هيتكون عندك؟ كان هيتكون مركب الايد اكتف، كان هياخدهم بغباوته بالترتيب 24 وراها 25 داي هيدروكسي كوليكالسيفرون، تمام؟ عشان كده برضو بحب انبه الاطباء لحاجه مهمه جدا، نفهم ليه الخلل، الناس اللي عندها فشل كلوي بيبقى عندها مشاكل رهيبه في العظم. تصور بنسال الاسئله دي والطالب او الدكتور يبقى قاعد زي القبلة كده، ليه؟ لان الاكتف فورم اوف فيتامين دي اللي مهم لبناء العظم بيتعمل في الكدني، فلو الكدني بايظه مفيش هذا الاكتف فورم. طب وعلى هذا الاساس عاوز اقول لك حاجه برضه، شوف مين يفتكرها في الكدني، هل الكدني نعتبرها اندوكراينال جلاند؟ طبعا لعديد من الاسباب، ده كان في سنه اولى بتطلع الاريثروبيوتين اللي بيعمل ار بي سيز، عشان كده الناس اللي عندها مشاكل في الكلى عندها انيميا، وادي تاني هرمون بيطلع من الكدني اللي هو 125 ده هيدروكسي كوليكالسيفرون، عشان كده الناس اللي عندها مشاكل في الكليه عندها هشاشه في العظم. تبقى فاهم ايه العلاقه؟ ايه اللي بيخلي الكليه مبوظ يبقى عندي انيميا؟ مفيش اريثروبيوتين، العظم متبهدل، مفيش 125 ده هيدروكسي كوليكالسيفرون. تاني يا اولاد، الحاجات المهمه بما يثبت انه وراء الخلق خالق ربنا، ما خليناش نعتمد عليها في الاكل. اديك اكزامبل تاني قلناه العام الماضي خدته في سنه اولى، فيتامين كي بتاع التجلط اساسا ما بنعتمدش عليه في الاكل، بيتعمل بالبكتيريا في الانتست، بكتيريا فلورا، وده واحد من اهم الفيتامين، فيتامين دي 3 ده، فعشان كده لا نعتمد عليه في الاكل، اساسا بيتعمل بالالترا فايلت ريز في الجلد. ومع ذلك عاوز اقول لك حاجه، معلومه جميله للاطباء برضه، يبقى انا عشان اعمل فيتامين دي 3 كفايه المفروض اتعرض لالترا فايلت كفايه، دي ليها عيب خطير قلناها في الفيجن، ان دي بتعمل كانسر سكين اللي هو اكتر كانسر في الانسان، فقر المعلومات العامه هي، يعني مين الموست بريفيلان كانسر اول اوفر ذا وورلد وكتبت عنه مقاله؟ الكانسر سكين، فوق سن 60 واحد في كل 2 يجي لهم كانسر سكين بسبب الالترا فايلت. طب احنا دلوقتي بين قاب قوسين، يعني عاوز اتعرض على الالترا فايلت عشان اعمل فيتامين دي وخايف يجيني كانسر، دي معلومات فقره معلومات عامه. عشان كده المنظمات الصحه في العالم قالت ان في حاجه واحده بس تشتريها من الصيدليه از سبلمنت زائد الاكل بتاعك اللي هي فيتامين دي، ما تعتمدش عليه بالالترا فايلت، ما تعرضش جلدك للالترا فايلت، ما تعرضش روحك ان يجي لك كانسر سكين، روح اشتري اقراص خد فيتامين دي، ده اونلي سبلمنت. يعني الناس اللي بتدخل الصيدليه تقعد يجيب فيتامين زو منرال زو معادن وحاجات زي كده وسنترم ويضعف، كل ده تضيع فلوس، في 1 اليمنت بس هو اللي محتاجه بجانب الاكل، فود سبلمنت فيتامين دي 3. وفهمتك القصه ليه؟ عاوز ناس فاهمه طب مش حافظه طب.
يبقى تاني قصة فورميشن اوف فيتامين دي 3 لأهميته، ربنا خلاه مش لا نعتمد عليه في الأكل، في الأكل قليل وملوش قيمة. في السبن دي هادو كوليسترول في الجلد بالألترا فايلت يتحول إلى كولي كالسيفرول. ليه سموه كولي كالسيفرول؟ كولي عشان معمول من الكوليسترول اللي هو بيتعمل منه كل الاسترويدز، وتبقى عارف ده سؤال ام اس كيو، ده تركيبه استرويدز. بس ده ان اكتف، عشان يبقى اكتف لازم تركب له كام حاجه؟ اركب له 2 هيدروكسيل جروب، واحده بتركب في الكبد اوتوماتيكلي في الليفر عند كاربون اتوم نمبر 25، والثانيه في الكدني لو سبته براحته بغبائه هيركبها بالترتيب في 24، ويبقى 24-25 داي هيدروكسي كولي كالسيفرول ان اكتف. مين اللي قال له يركبها فين في الحته الصح؟ الباراثورمون. قال له لا ما تاخدهمش بالترتيب، خدها عند كاربون اتوم واحد. قالها له ازاي؟ انه نشط ال1 الفا هيدروكسيليز انزيم فخلاها تروح لكاربون اتوم نمبر 1، ففي الحاله دي يتحول الى 1-25 داي هيدروكسي كولي كالسيفرول اللي هو الاكتف فورم. فقلنا الجمله المهمه، كما لولاك يا امي ما كان ميلادي، لولا الباراثورمون ما كان ميلاد ال 125 داي هيدروكسي كولي كالسيفرول، كان هيتولد 24-25 لو. وفهمنا معلومه قيمه جدا، ان الكدني مسؤوله عن اهم فيتامين لبناء البون، وعليه مشاكل الكليه تؤدي الى مشاكل في العظم. بس يبقى فهمها طول عمرك. طيب يا ولاد، نرجع بقى نروح رحله كده، ندخل جوه البون وافرجك على حاجه. اذا ما اتفرجتش عليها عمرك ما انت فاهم القصه اللي بنقولها دي. كالسيوم هوميستيزيس، تعالى اخدك في رحله داخل العظم. واحد من اهم الامراض دي هشاشه العظم، قلنا سبيشالي 7-12% من الفيميل فوق سن المونيبوز بيعانوا من هشاشه عظم رهيبه، وكل الناس كل ما بتكبر عندها هشاشه عظم. فتعال نفرج. ده انت دلوقتي احنا دخلنا جوه البون اهو. عندي تخيل البون، البون ده شايف الدايره دي معمول من ممبرين، معمول من نوعين من الخلايا، معظمها اوستيوسايتس وعدد قليل من الخلايا الكبيره دي اوستيوبلاس. يبقى يسموه ايه الممبرين ده؟ معمول من اوستيوسايتس ثم اوستيوسايتس ثم اوستيوسايتس ثم اوستيوبلاس، سموه اوستيوسيتيك ممبرين. خلاص؟ طيب جوه العظم الكالسيوم موجود في صورتين. صوره حكيت لك عنها 1% اهو، امورفس يعني ملوش شكل اهي، مورفولوجي يعني شكل، وايه ملوش شكل؟ لابايل يعني متحرك، ريدلي اكستشينجبل، ده جاهز لو الكالسيوم قل في البلاد اهو يروح على طول الاوستيوبلاست والاوستيوسايتس تعمل لهم بامب في البلاد. ده اللي جاهز، 1% بس هو اللي جاهز. بينما 99% موجود في صوره هيدروكسي ابيتايت كريستالز، يعني بلورات في البون اهي، هيدروكسي ابيتايت كريستالز. تبقى عارفها دي كويس قوي. موجوده في قفص تقفيصه اهي معموله من كولاجين فايبرز. ده المعظم، ده 99%. بس ده بقى not readily exchangeable، غير قابل للتبادل. not readily ممكن exchange but not readily مش جاهز، عشان كده يسموه stable عكس لابايل، stable ثابت. ده 99% من الكالسيوم في البون. طب الكريستال زي اهميتها ايه؟ ان هي اللي بتخلي البون يتحمل الكمبريشن الضغط. يبقى الكريستالز هي اللي بتخليه عنده كومبريشنال فورس. بينما الكولاجين فايبر التقفيصه دي، تخيل كولاجين خيوط كده، هي اللي بتخلي البون تنسايل يتحمل التنشن فليكسبل. يعني زي ما تمسك الريب الضلع ممكن تتنيه حاجه بسيطه كده ويفرد تاني، تنيه حاجه بسيطه ويفرد. يبقى التنسايل فورس الفلكسبيليتي بتاعت البونز سببها الكولاجين فايبرز، انما الكريستالز مسؤوله عن الكومبريشنال فورس. ده سؤال ام اس كيو، ده سؤال ام اس كيو. يبقى دي دلوقتي عرفت
نوعين العظم اللي في البون، ان العظم ده عبارة عن ممبرين اسمه اوستيوسيتيك ممبرين، معمول من اوستيوسايتس اوستيوبلاس، تمام. وعرفت ان جوه البون في نوعين من الكالسيوم، 1% مالوش شكل امورفس متحرك لابايل ريدي اكشينجبل، و99% في شكل بلورات كريستالز هيدروكسي ابيتايت كريستالز موجوده في كولاجين فايبر، دي ستيبل نوت ريدي اكشينجبل، انما ممكن يستعدل 99%. ان الكريستال دي مسؤوله عن تحمل البون للضغط كومبريشنال فورس، اما الكولاجين عن تحمل البون للتنشن للشد كما في حاله الريبز والفلكسبيليتي بتاعتها. طب في كم نوع من الخلايا في البون؟ 3. اللي بيبني اسمه اوستيوبلاست، بلاست يعني يبني، اللي يكسر اسمه اوستيوكلاس. لما البلاست تخلص شغلها يعني تبني، تتحول لخلايا ليس اكتف اسمها اوستيوسايتس، اللي هي معظم الممبرين. يبقى عندي 3 نوع من الخلايا اهم، هيبقى اوستيوسايتس دي الموست اباندنت، دي انر سيلز ريلاتيف انر، انما اللي بيبني هو الاوستيوبلاس واللي بيكسر هو الاوستيوكلاس. الكلام على الخلايا، كل دي مقدمات حد ما نيجي الموضوع المهم. قلت دلوقتي الاتي، انك انت عاوز تحافظ على الكالسيوم في الدم ما بين 9 و11، ففي رابيد فيرست لاين يعني سريع بتجيبه مصدرين لسه قايله، انك تجيبه مين اللي جاهز، مين الكالسيوم اللي جاهز في البون، الامورفس اللابايل ريدي اكشينجبل اللي هو 1%، ده يبقى بامبد بالبلاس والسايتس اللي هم الاوستيوسيتيك ممبرين، يعني يعملوا له بامب. في وجود الباراثورمون البامب ده يزيد، كل كلمه مهمه الاوائل، يعني مش الباراثورمون هو اللي بيسبب ان الاوستيوبلاس والسايتس تعمل بامب، هما من غير باراثورمون بيعملوا بامب، الباراثورمون بيزود البامب. واقول لك حاجه جميله قوي قوي للزملاء الاصغر سنا، من غير باراثورمون ممكن يرفع الكالسيوم ل7. اظن انت بس اللي فاهم ليه 7، لان تحت 7 بقت حاجه خطيره جدا، مانيفستيتري ممكن واحد يموت. فلحد 7 مش عاوزين هرمونز، من غير باراثورمون الاوستيوبلاس والاوستيوسايتس يعملوا البامب، الباراثورمون يخليهم يزودوه من 7 للنورمال ليفل اللي هو 9. يبقى البامب بتاع البلاس والسايتس يحدث بدون باراثورمون، يزيد بوجود الباراثورمون، كل كلمه مهمه في الام اس كيو. يعملوا بامب لحد 7 بنفسهم من غير هرمونز، من 7 ل9 محتاجين الباراثورمون. عندهم ريسبتور للباراثورمون، اوستيوبلاس دي نقطه مهمه جدا في الام اس كيو، والاوستيوسايتس عندهم باراثورمون ريسبتور نمبر 1. يبقى نمبر 1 ده موجود في الاوستيوبلاس والاوستيوسايتس، لان الباراثورمون عنده 2 ريسبتور 1 و2. طيب ثالث، طيب ده قلنا، طب ثاني مصدر بقى قلنا اللي قلناه في ممكن نجيبه من الميتوكوندريا بتاعت الانتستين او الليفر، يبقى ده الرابيد او الفيرست لاين. عندك مصدرين تزود فيهم الكالسيوم في الدم لموضوع ما فيهوش هزار بسرعه، يا اما من الامورفس بتاع البون، مين اللي هيعمله لك، مين اللي هيبامبد، الاوستيوسايتس والاوستيوبلاس اللي هم الخلايا بتوع الاوستيوسيتيك ممبرين بتاع البون. تاني مصدر اللي هو الليفر ميتوكوندريا والانستاينال ميتوكوندريا. طب السكند لاين اللي هو سلو قلناه هرمونال، في تو هرمون يزودوا، ودلوقتي انت فاهم كويس قوي، الباراثورمون وولده، عمر ما غيرت التعبير، ابنه اللي هو ال 125 داي هيدروكسي كوليكال صفر، لان لولا الباراثورمون انت اللي فاهم ما كان ميلاد ال 125، كان مين اللي هيتولد؟ ال 2425. طب يبقى دول يزودوا، لو الكالسيوم نقص يزودوه، مين يزودوا؟ الباراثورمون وال 125. طب ومين ينقص؟ كالستونين. قلت كالسي تونين كلمه من شقين، كالسي يعني كالسيوم، تونين يعني يضعف بمعنى يقلل، اللي هو بيطلع من الثايرويد جلاند. يبقى ده الصوره العامه. تعال بقى نتفرج على الخلايا كل واحده، ازاي الاوستيوبلاست دي بتبني؟ اتفرج عليها. اولا هي بتبني الكولاجين بروحها، يبقى بتعمل الكولاجين الطقفيصه دي. طب ازاي بتحط فيها الكالسيوم؟
قلت لك شيء رائع فهمته لك. ان البلاد بيدخل البون وهو سوبر ساتوريتد ويز كالسيوم اند فوسفيت، مشبع جدا فوق نقطه تشبع كالسيوم فوسفيت. مين اللي مانع ترسب الكالسيوم فوسفيت؟ فاكر المركب كان اسمه ايه؟ كان اسمه المركب بايروفوسفيت. يبقى مين بيمنع ترسب الكالسيوم والفوسفيت؟ المركب اسمه بايروفوسفيت. طب ايه اللي تعمله بقى الاوستيوبلاست؟ تنهبت المركب ده، يبقى تطلع بايروفوسفيت انهبيتور، بايروفوسفيت انهبيتور يوقفه. فالكالسيوم والفوسفيت اللي موجودين في البلاد اللي دخل بون مفيش حاجه، هما سوبر ساتوريتد، السائل فوق نقطه تشبع بالكالسيوم والفوسفيت. اللي منعهم البايروفوسفيت الاوستيوبلاست عمل انهبيشن البايروفوسفيت، يروح الكالسيوم والفوسفيت مترسبين في البون. دي واحده. طيب تاني واحده انها بتطلع انزيم اسمه الكالاين فوسفاتيز، اظن انت فاهم، لان الكالسيوم والفوسفيت ما بيدوبوش في الوسط الالكالاين. يبقى الاوستيوبلاست ازاي بتبني البون؟ بتحط التقفيصه، بتعمل ثانسز للكولاجين فايبر، ده التقفيصه. طب فين الكريستالز؟ بطريقتين. شيء رائع في تصوره انه يدخل الدم وهو سوبر ساتوريتد بالكالسيوم فوسفيت. اللي مانع برغم ان هو فوق درجه التشبع، اللي مانعه يترسب البايروفوسفيت، هي توقف البايروفوسفيت، بايروفوسفيت انيبيتور يترسب وتخلي الوسط الكالاين، الكالاين فوسفاتيز. بعد ما تخلص البون بيلدينج تتحول لخليه ليس اكتف اسمها اوستيو سايتس. تمام؟ طيب مين يكسر البون بقى؟ تعال نشوف اللي يكسر البون. خليه ثانيه اوستيو كلاس. طب دي تكسرها زي الطريقه جميله جدا، تكسر التقفيصه بانها تطلع بروتوليتيك انزيم، مش كولاجين ده بروتين، تطلع بروتوليتيك انزيمز يكسر التقفيصه. طب ومين يسيح الكالسيوم؟ الوسط اسيديك، تطلع هيدروجين. يبقى التقفيصه بروتوليتيك انزيمز وهيدروجين اسيديك يدهوب العظم يعمل بون ريزوربشن. مين اكتر هرمون بيأثر على الاوستيوكلاس يشغلها يخليها تهد البون؟ الباراثرمون. بس اسمع بقى سؤال مهم جدا في الام اس كيو، الاوستيوكلاس ما عندوش ريسبتور للباراثرمون. الله، طب ازاي يشتغل؟ مين اللي عنده ريسبتور؟ اسئله مهمه قوي. قلنا الاوستيوبلاست والسايتس، فالباراثرمون يشغل البلاست، اهو بشاور معاك بالليزر، والبلاست هي تشغل الكلاس عن طريق حاجه اسمها انترلوكين 6، الانترنت بتاع الليوكوسايتس. واحد من اهم الاسئله في الكالسيوم، واللي مش هيفهم معايا موضوع الكالسيوم عمره ما هو فاهمه. يبقى في ثلاث انواع من الخلايا في البون، البلاس والسايتس عندهم باراثرمون ريسبتور. طب مين اكتر الخلايا اللي بتتاثر؟ الاوستيوكلاس بتتاثر بالباراثرمون وما عندهاش ريسبتور. طب ازاي الباراثرمون ياثر على البلاس والبلاس عن طريق الانترلوكين 6 تاثر على الكلاس؟ دي نقطه مهمه جدا. نوع الريسبتور قلت اللي موجود هنا في البون على البلاس والسايتس، باراثرمون ريسبتور نمبر 2. اولد تايم. عاوز اقول لك حاجه جميله جدا، ان في حاجه اسمها بون ريموديلنج. مفيش حاجه دايناميك في جسمنا، يعني مش البون ده ثابت على طول، لا، تملي احنا بنكسر شويه ونعمل جديد، نحب التجديد، نكسر ونعمل جديد، في بون ريموديلنج. صحيح بكميه ضئيله جدا، يعني اقل من 1% بيحصل له في الكومباكت بون ريموديلنج. بس عبر الايام والسنين بيتم تغيير البون. نمرة 2 لما يتكسر العظم مين هيبني ومين يرجع يشكل يشيل الزيادة؟ عشان كده في بلاس اند كلاس. يبقى all the time all the time we have bone remodeling. مين اللي مسؤول عنه؟ البلاس يبني والكلاس تنحت. عارف زي الواحد اللي بيعمل تمثال يحط حتة الجبس وبعدين ينحتها، يبقى البلاس تبني والكلاس تنحت. لما يبقوا يا اولاد بعد كده خلصوا الشغل يتحولوا لخليه ثانيه اسمها اوستيوسايتس، البلاست تتحول لاوستيوسايتس، اسف، اللي هي الموست اباندنت لما تخلص بنى، ودي ريلاتيفلي انر سيلز. انما وظيفتها ايه؟ قول وظيفتها كانت بتساهم في الكالسيوم بامب، مش معناها ربنا عاملها كده منظر. كالسيوم تعمل كالسيوم بامب مع البلاست، وتاني حاجه بتكنترول البلاست اند كلاس.
كنترول بلس اند كلاس. دي كانت مقدمه فيسيولوجيه هامه جدا لا يمكن تفهم موضوع البوم من غير ما تعرفها. هقولها تاني في عجاله، انا عارف انك ممكن تعيد الفيديو. البون له ممبرين معمول من خليتين بطريقتي اوستيوسايتس 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 واوستيوبلاست، عشان كده سموه اوستيوسيتيك ممبرين مش اوستيوبلاستيك. البون بداخله نوعان من الكالسيوم، نوع لا شكل له امورفس لابايل قابل للتحرك ريدلي اكشينجبل، تمام؟ ده 1% ده ريدلي اكشينجبل، ونوع موجود في شو صوره هيدروكسي ابيتايت كريستالز موجود في تحفيزه اسمها كولاجين فايبرز. قلت ان الكولاجين مسؤول عن التنسايل فورس، اما الكريستال مسؤول عن الكومبريشنال فورس اوف بونز. ده يمثل 99% ده ستيبل ستيبل نوت ريلي اكشينجبل، تمام؟ قلت ان البون في ثلاث انواع من الخلايا اللي بيبني اوستيوبلاست. تبني ازاي؟ بتبني الكولاجين وتعمل حاجتين عشان تبني، ان بيدخل السائل سوبر ساتوريتد، اهي السائل بيدخل سوبر ساتوريتد وكالسيوم اند فوسفيت. مين اللي مانع ترسيبه؟ البايروفوسفيت، فتطلع بايروفوسفيت انهيبيتور فيبتدي الكالسيوم والفوسفيت ترسب. واسمع معايا بقى الحته دي جماليه جدا، اول ما يترسب يبقى شكله امورفس اللي هو 1%، وبعدين اللي هي الشوائب دي تتجمع وتعمل الكريستالز زي بالظبط طريقه بناء الشعب المرجانيه. يعني الاول عوالق الامورفس ده، يعني اول ما يترسب الكالسيوم فوسفيت تترسب العوالق، ده الامورفس اللي هي 1%، وبعدين تتجمع مع بعض تعمل الكريستالز. كانك بالظبط بتبني شعب مرجانيه، شيء جميل لما الواحد يفهمها. وعشان تخليه يترسب اكتر تخلي الوسط الكلاين، لانه ما بيدوبش في الوسط الكلاين، فتطلع الكلاين فوسفاتيز. ده اللي بتبني. وانس خلاص البنى تتحول لاوستيوسايتس ليس اكتف اللي هي المور اباندنت سيلز في الاوستيوسيتيك ممبر. طب مين ينحت؟ الاوستيوكلاس. خلاص ازاي؟ بطريقتين، بروتيوليتيك انزيمز تقطع التقفيصه وتطلع هيدروجين اين يسيح يعمل بون ريزوربشن، ده اللي بينحت. طب الاثنين مع بعض بيشتغلوا بيعملوا لنا بون ريموديلنج. البون ده حاجه دايناميك بيعاد تشكيله، مش حاجه ثابته في جسمك، وخاصه لما يحصل يعني كسر في العظم ونيد قوي البون، ومن غير كسر خالص في بون ريموديلنج شغال على طول. البلاس والكلاس، البلاس بعد ما تخلص شغلها بتتحول الى سايتس. ايه وظيفه السايتس؟ هي الموست اباندنت في الام اس كيو، هي بتعمل كالسيوم بامب اول ذا تايم عشان تحتفظ بالكالسيوم في البلاد ثابت. وبعدين قلنا انها بتكنترول البلاس، مش هي الاكتر، بتكنترول البلاس والكلاس. دي المعلومات تبقى عارفها كويس قوي. طيب في عجاله تاني بقى، كيف ممكن تنظيم الكالسيوم؟ قلنا في رابيد اللي هو فيرست لاين جاي من الامورفس اللابايل اللي هو ريدلي اكشينجبل 1%، وتاني مصدر الميتوكوندريا بتاعت الليفر والانتستين. سكند لاين هرمونال، تو هرمونز بيزودوا الباراثورمون وولده ال 125 داي هيدروكسي كوليك الصفر، وفاهم ليه بقول ولده، والكالستونين ينقص. الريسبتور بتاعت الباراثورمون موجوده على البلاس والسايتس اسمها باراثورمون ريسبتور نمبر 1. واحد من اهم الاسئله، الباراثورمون تاثيره على الكلاس اقوى برغم ان ما عندوش ريسبتور. طب ازاي؟ ادي الميكانيزم. الباراثورمون عنده ريسبتور على البلاس ياثر عليها، والبلاس عن طريق انترلوكين 6 تاثر في الكلاس. كده ممكن تفهم الموضوع. تقل بقى ليل ثلاث هرمونات السلو ميكانيزم، في 3 هرمونز نقولهم ونقفل، هما اللي بيتحكموا في الكالسيوم عندك. اول واحد اسمه باراثورمون. معلومة الأولى، بيطلع من الـ Chief Cells of Parathyroid Gland. خلاص؟ أنت عارف الـ Parathyroid Gland دي حجمها قد إيه؟ عارف حجمها قد إيه؟ قد الرزة. في كل الثدييات عندنا أربع رزات، أربعة Parathyroid Glands. موجودين على ظهر الغدة الدرقية الثيرويد جلاند، ده مكانها، الغدة الجار درقية على ظهر الغدة الدرقية، أربع رزات في الماملز، أربعة.
طبعا في الحيوانات الاخرى بس مش هتكلم عليها، الاشكال مختلفه. في فقره المعلومات العامه، اول ما اكتشف الباراثورمون اكتشف في وحيد القرن الهندي مش في الانسان، كان في سنه 1852 اكتشفوا راجل اسمه ريتشارد اون. ريتشارد اون في 1852 اكتشف الباراثيرويد جلاند والباراثورمون في وحيد القرن الهندي. تمام؟ عد بقى معايا المعلومات. طالع منين الباراثورمون؟ تشيف سيلز اوف باراثيرويد. وبقولها بطريقه لطيفه. الباراثيرويد جلاند ما بتطلعش غير هرمون واحد معروف اللي هو الباراثورمون. فطبيعي لطالب ذكي انه يطلع من التشيف سيلز الخلايا الاساسيه. اذا ما كانتش الخلايا الاساسيه التشيف سيلز هي اللي تطلع الهرمون الوحيد اللي بتطلعه الباراثيرويد، امال مع الاعتذار هتهب بايه؟ دي اول معلومه. ثاني معلومه ان تركيبه بولي بيبتايد وانت عارفها، لان قلت الغدد اللي بحرف البي تجمعات رائعه لعبد الله. باراثيرويد، بيتيوتري، بانكرياس، كل الهرمونات بتاعتهم يا بروتين يا بولي بيبتايد بحرف البي. فدي بولي بيبتايد 84 امينو اسيد ملهاش قيمه. وفيهم على فكره في المجموعه دي في ال 84 دي في 32 امينو اسيد بس اللي هم في التيرمينال ام، هم اللي افكتيف، هم اللي بيشتغلوا مع ريسبتور. يعني مش كل ال 84 اكتيف، عدد قليل منهم. طيب مش كل دول. نيجي بعد كده يا اولاد المعلومه الثالثه والرابعه نقولهم مع كده. الثالثه اللي هي الفانكشن والرابعه هي هنقولها الكنترول. يبقى وخد بالك يعني اعيد تاني يا اولاد، اهم حاجه في الاندوكراين ريبرودكشن هو الاكشن والكنترول اوف هرمونز. الاكشن والكنترول اوف هرمونز. قلت انه يبقى اول معلومه ان الباراثورمون بيطلع من التشيف سيلز. تاني معلومه بولي بيبتايد 84 امينو اسيدز الاكتف فيهم هم 34 بس في الان تيرمينال. انا اسف كنت قلتها 32، لا هم 84 امينو اسيد الاكتف منهم 34 في الان تيرمينال. نيجي النقطه الثالثه كنترول. قول لي وظيفه الباراثورمون في كلمه. يعني انا قاعد مش عاوز ارغي كتير، عاوز تقول لي الباراثورمون ربنا خلقه ليه؟ اهي الكلمه. كالسيوم رايزنج هرمون، بيرفع الكالسيوم. ازاي؟ اشتغل على ثلاث حتت. احب الطالب الذكي، تعال نفكر بدل ما نقرا مع بعض، تعال نفكر. هو عشان يزود الكالسيوم لازم يشتغل على ثلاث حتت. واحد قال لي ليه؟ لان في الاول في انا عاوز ازود اي بضاعه في السوق. اعمل ايه؟ ازود الوارد نمره واحد، واقلل الصادر عشان عاوزها تزيد في السوق، ما اصدرش، ازود الوارد وانقص الصادر. ازود الوارد يبقى لازم يشتغل على الانتست، يعمل ابزوربشن. حلو كده؟ طب واقلل الصادر يبقى 100% الطالب ذكي لازم يشتغل على الكدني، يعمل ري ابزوربشن عشان ما ينزلش الكالسيوم في البول. طب والثالثه جت منين؟ احنا قلنا يا اولاد 99% من الكالسيوم موجود في مخازن اسمها البون في صورتين امورفس وكريستالز، يبقى لازم يشتغل على البونز. طب ازاي يزود الكالسيوم البون؟ هيعمل ريزوربشن، يسيح البون، ريزوربشن. يبقى فهمت ازاي بنجيب المعلومات؟ لما يقول لي الباراثورمون في كلمه بيزود الكالسيوم في الدم. طب حلو خالص، بيزود الكالسيوم في الدم. يبقى يشتغل على ايه؟ انا مش مذاكر بس بفكر. عاوز ازود حاجه في البلد، الفسيولوجي كمال حياه، يبقى ازود الوارد، يبقى اروح للانتستين ازود الابزوربشن، ده الوارد. وانقص الصادر، اروح للكيدني اقول لها ما تفقديش كالسيوم في البول، يبقى اعمل ري ابزوربشن. طب والمخازن، اكبر مخازن للكالسيوم في الجسم لو نسيتها تبقى كارثه، لو اتكلمت على وارد وصادر بس، روح للبونز. يعمل ايه؟ ريزوربشن، يعني يسيح البون، ياخد الاكشينج او ياخد الكريستالز، عشان كده سموه ريزوربشن. انا حفظتها الاجابه بطريقه جميله قوي قوي، عمرك ما تنساها. ان الثلاث كلمات فيهم سجع، يو نيفر فورجيت ذا ريست اوف يور لايف. يبقى الاكشن والباراثورمون في كلمه، كالسيوم رايزنج بيعلي الكالسيوم في الدم، في ثلاث كلمات، على البون ريزوربشن، على الكيدني ري ابزوربشن، على الانتستين ابزوربشن. ايه رايك؟ حلوه في التذكر.
resorption, reabsorption and absorption. Resorption, reabsorption and absorption. نيجي للتفصيلات. ادخل على البون بقى اللي فاهم اللي شرحته. البون الكالسيوم موجود في صورتين. صورة جاهزة amorphous readily exchangeable labile 1% وصورة stable crystals hydroxyapatite crystals. فيبقى لو قلت لك الاكشن على البون في جزء رابيد وجزء سلو انت اشرحها لي. الرابيد هيعمل يبقى الامورفس الريدلي اكشينجبل اللابايل اللي هم 1% يزود الكالسيوم بامب اللي بيعمله الاوستيوبلاس اند اوستيوسايتس. انا ما قلتش عمل كالسيوم بامب. نورمالي البلاس والسايتس من غير باراثرمون بيعملوا بامب حد 7 حد ليفل الخطير. الباراسترمون يزوده من 7 إلى 9 يزود الكالسيوم بام ده الرابي. بس بقولها بصورة تمثيلية شوية. طب كده خد 1% 1% ده في 99 في صورة بلورات. فبقول انه الباراسترمون عينه على كريستالز. بس الكريستالز دي محبوسة في كولاجين. مين يقدر يطلع الكريستالز من الكولاجين الكلاس؟ يبقى 3 سي اهو عينه على الكريستالز اللي في الكولاجين اللي يطلعها الكلاس. بس ما عندوش ريسبتور على الكلاس. حل لي انت الاشكال ده. مش قادر يشتغل على الكلاس ما فيش ريسبتور. عارفين انتوا الحل؟ يشتغل على البلاس والبلاس عن طريق انترلوكين 6 تشغل الكلاس تاكتيفيت الكلاس. ده الاكشن على البون. تقل الاكشن على الكيدني يا ولاد. نيجي على الكيدني. فاهم قوي الباراثرمون ده وعاوز يزود الكالسيوم. قلنا المعلومات الرائعه ان كل الهرمونز بتشتغل فين؟ على البروكسيمال ولا على الديستال بارت اوف ذا نيفرون؟ فاكرينها؟ كنت قلت كل الهرمونز تعمل فاينل ادجستمنت اوف يورين. يبقى كلها تشتغل على الديستال. الفاينل في الفاينل على اخر حته في النفرون. يبقى هيروح على الديستال بارت اوف ذا نيفرون يزود الكالسيوم ري ابزوربشن اهو. الا اذا فاكر الاكسبشن كنا قلناه. الا اذا كان الموضوع متعلق بالفوسفيت. لازم اللي يشتغل على الفوسفيت يشتغل على البروكسيمال. قلتها لك ليه؟ هو على البروكسيمال بيمنع الفوسفيت ابزوربشن يعني بيزود الفوسفيت اكسكريشن. وفهمتها ليه؟ بطريقه جميله. الميتابوليزم بتاع الجسم يا اولاد بينتج اسيدز ولا الكالي؟ فكر فيها. الميتابوليزم لا ينتج غير احماض. ينتج نوعين من الاحماض. في فولاتايل زي الكربونيك اسيد نخلص منه عن طريق اللانجز. وفي فيكسد ينزل في اليورين بس كده يحرق الكدني الا اذا حطينا عليها فوسفيت بافر. طب نحط البافر. كل الجسم بيطلع اسيد. الفيكسد اسيد كلها دخلت الكليه عشان تبقى اكسكريتد بس هتحرق الكليه الا اذا حطيت عليها فوسفيت بافر. تحطه من الاول ولا استنى ما الكليه تتحرق وتحطه في الاخر؟ فكر معايا. حطه في الاول. عشان كده اي هرمون متعلق بالفوسفيت لازم يشتغل على البروكسيمال. البي مع البي. حتى لقيت زميل فاضل مره لخبطهم قلت ده ما فيش في مخه فسيولوجي وكاتبهم في كتاب خطا والكتاب عندي بس ما لا ازيع سر اني مش عاوز اسيء لحد. مش 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 متابع القصه. يبقى لازم يزود الكالسيوم ري ابزوربشن. ده كل الهرمونات بتشتغل على الديستال فاينل ادجستمنت في الديستال. طب ما ممكن نزود الكالسيوم بطريقه ثانيه. ان احنا حاصل ضرب الكالسيوم في الفوسفيت يساوي ثابت فانا ممكن ازود كالسيوم بانقاص الفوسفورس ارمي فوسفورس فالفوسفورس يقل في الدم فالكالسيوم يزيد. وعلى فكره هو ما عملش كده بس عشان الكالسيوم يزيد. دي نمره 2. هو رمى فوسفورس في البروكسيمال كبافر. كبافر افهم. يعني هنا بنضرب عصفورين بحجر واحد. نرمي الفوسفيت في البروكسيمال نبافر الفيكسد اسيد اللي داخل. ولما نرمي الفوسفيت كميته في الدم تقل يبقى اندايركتلي هيزيد الكالسيوم. يبقى زودنا الكالسيوم دايركتلي بان زودنا الكالسيوم ري ابزوربشن في الديستال كومبليت تيبيول. واندايركتلي بان لما رمينا الفوسفيت والفوسفيت قل في الدم
الكالسيوم زاد لان حاصل ضربهم يساوي ثابت. ده بيزودش بس الكالسيوم ريابزوربش، انتوا بس اللي فاهمين، بيزود كمان المغنيسيوم ريابزوربش. عارف ليه؟ لان المغنيسيوم شقيق الكالسيوم، عنده هاف بوتنسي اوف كالسيوم، نفس فعاليه الكالسيوم بس نصف المقدره. فلطيف ان هو يزود المغنيسيوم ريابزوربش، ويبقى وظيفه لو نسيتها هتاخد صفر. لولا الباراثورمون ما كان ميلاد ال 125، انه فيل الكدني بينشط الباراثورمون ال 1 الفا هيدروكسيليز انزيم عشان يصنع الاكتف فورم اوف فيتامين دي 3 اللي هو 125 داي هيدروكسيكولي كالسيفر. يبقى في الكدني عمل الاتي، زود الكالسيوم ريابزوربشن نمره 1 في الديستال لان كل الهرمونات بتشتغل على الديستال. ممكن يزوده تاني اندايركتلي، تاني اكشن، بانه ينقص الفوسفيت، بس يرمي الفوسفيت فين؟ بذكاء. الفوسفيت ده بافر، يرميه في الاول عشان الاسيدز اللي بيحصل لها الفيكسد اسيد اللي جايه تحصل لها بافر. يبقى ضربنا 20 بحجر واحد، نقصنا الفوسفورس، الكالسيوم زاد، ده الحجر ده الهدف الثاني، وعملنا بافرنج للفيكسد اسيد. نمره 3 المغنيسيوم زي الكالسيوم، طب ما نزود المغنيسيوم كمان، بيزود المغنيسيوم يا ابزوربش. نمره 4 يعمل الاكتف فورم اوف فيتامين دي 3 اللي هو 125 داي هيدروكسيكولي كالسيفر. طب نيجي على الانتستين، بيعمل ابزوربشن. اكشن الباراثورمون ما يقدرش يعمل ابزوربشن من تيست، فالاكشن ده اندايركت اللي بيعمله له ابنه فيا اكتيفيشن اوف 125 داي هيدروكسيكولي كالسيفر. احنا قلنا لولا الباراثورمون ما كان ميلاد ال 125، كان هيتولد ال 24 25. فكون الباراثورمون بيعمل 125، وال 125 ده اهم ملعب ليه، انه في الانتستين بيزود الابزوربشن بتاع الكالسيوم والفوسفورس والمغنيسيوم كلهم، كل المينرالز كالسيوم فوسفورس ومغنيسيوم. حتى بيزود الكالسيوم ازاي؟ اقول لك فيتامين دي ده تركيبه ايه؟ ركز معايا، ستيرويدز معمول من كوليسترول. قلنا كل الاستيرويدز بحرف الاس بتشتغل بالثنسيس، وعشان كده الاكشن سلو بحرف الاس، فبتعمل ثنسيس لبروتين بيمسك الكالسيوم. يسموه ايه البروتين اللي بيمسك الكالسيوم؟ كال يعني كالسيوم، بايند يعني يمسك، بايندين. يبقى كان الباراثورمون مش بنفسه زود الكالسيوم ابزوربشن في الانتس، ده بعت ابنه اللي هو عامله ال 125 وقال له روح هات لي كالسيوم الانتس. يبقى ان دايركت اكشن via activation of 125 dihydroxycholine كالسيفر. قلت اهم حاجه الاكشن والكنترول اوف هرمونز في الاندوكراين، ده الاكشن. يبقى في كلمه بيعمل كالسيوم رايزنج الباراثورمون، فبيشتغل فين؟ فكرنا بذكاء، يزود الوارد، يبقى على الانتستين يعمل ابزوربشن، على الكيدني يمنع الاكسكريشن يبقى يعمل ري ابزوربشن، وعلى البون يخرج الكالسيوم بنوعيه اللي جاهز الرابيد الامورفس واللي في ستيبل اللي هو ده سلو اكشن الكريستالز، يبقى ريزوربشن. حتى قلنا جمله جميله، ريزوربشن ري ابزوربشن اند ابزوربشن، لن تنسى. واللي فاهم في السيولوجي تمام، الشرح سهل جدا. في البون في امورفس جاهز يبقى ده الرابيد اكشن، زود الكالسيوم بامب بالبلاستوسايتس، لكن عينه على البلورات كريستالز اللي محبوسه في كولاجين. مين يقدر يطلع الكريستالز من الكولاجين؟ كلاس، بس ما عندوش ريسبتور على الكلاس. فاهم الحل؟ يشغل البلاس اللي عنده فيها ريسبتور وهو يبعت انترلوكين 6. ده الاكشن على البون، الاكشن على الكدني. زود الكالسيوم ريابزوربشن في الديستال، وانت فاهم ليه ديستال، كلهم بيشتغلوا على الديستال بارت فاينل ادجستمنت دايركتلي. وممكن يزود الكالسيوم بطريقه تاني اندايركتلي، ويضرب 20 بحجر واحد، يرمي الفوسفيت، فالفوسفيت في الدم يقل فالكالسيوم يزيد. طب يرميه فين؟ قلت اي حاجه في الفوسفيت بحرف البي في البروكسيمال، لانه الوظيفه الاساسيه انه هو بفر، بيبفر الفيكس الاسيد، يبقى لازم في الاول. نمره 3 يزود المغنيسيوم لانه هاف بوتنسي اوف كالسيوم. اهم واحده نمره 4 بياكتيفيت ال 125 داي هيدروكسيكولي كالسيوم. طب الابزوربشن اندايركتلي عن طريق ابنه اللي هو فيتامين دي. طب الكنترول ايه اهم حاجه؟ هو كالسيوم رايزنج. يبقى امتى يطلع؟ لما الكالسيوم يقل خلاص، او
اذا زياده الفوسفات ادت لنقص الكالسيوم. يعني هو مش بيطلع بزياده الفوسفات، لو زياده الفوسفات ادت لنقص الكالسيوم. هتقولي عشان في زملاء يحبوا في الشرح يقول لك بيطلع بنقص الكالسيوم او زياده الفوسفات. لا، لو زياده الفوسفات ادت لنقص الكالسيوم، يعني ممكن الفوسفات يزيد مع زياده الكالسيوم، انتوا بس اللي فاهمين، في حالات الاسيدوزس. طب واحد يقول لي مش عرفنا هنا ان الكالسيوم هو المهم، هقول لك تجربه ما تقولها لهمش. جابوا الباراثيرويد جلاند في عجاله كده ومرروا فيها فلويد فيه كالسيوم بس، لقوا ان نقص الكالسيوم بيستيميليت الباراثرمون، زياده الكالسيوم تنهيبت الباراثرمون، لان هو وظيفته يزود الكالسيوم، لو الكالسيوم ناقص يطلع عشان يزوده، انما الكالسيوم زايد ما يطلعش. عملوا نفس التجربه، جابوا الباراثيرويد جلاند وفوتوا فيها فلويد ما فيهوش غير فوسفورس، فوسفورس بس، لقوها ولا هي هنا ما بتتاثرش بتهرس الفوسفورس. يبقى اذا تاثير الفوسفورس اندايركتلي عن طريق الكالسيوم. ده بس عشان الزملاء الاصغر سنا فاهمين. طب تالت اين هي عارفه ان مين شقيق الكالسيوم في الاكساتابيلتي المغنيسيوم، يبقى تطلع على ورقه المغنيسيوم ناقص، ما بتزود المغنيسيوم ما بيطلبش. رابع حاجه قلناها يا اولاد البيتا ادرينرجيك ريسبتورز، ما انا قلت البي بي بيتا فاكرها؟ انهي بي بي بيتري بتنهيبت كل حاجه في الجسم ما عدا ثلاثه، هارت واللي جايه بقى هي المهمه، والهرمونز، كل الهرمونز بيطلعوا بالبيتا ادرينرجيك ستيمولانتس والميتابوليزم. ده اطول هرمون اللي هو الباراثورمون، فاضل لي 10 مينتس واقفل في التو هرمونز الثانيين، ويبقى قلت ثلاثه هرمونز من 14 هرمون بتوع الاندوكراين والريبرودكشن. يبقى بيطلع هو كالسيوم رايزنج، يبقى اهم حاجه لو الكالسيوم قل اهي، او لو زياده الفوسفورس ادت لنقص الكالسيوم، يعني زياده الفوسفورس لو ادت لنقص الكالسيوم اندايركتلي، او نقص المغنيسيوم لان عنده هاف بوتنسي اوف كالسيوم. يبقى فاهم كل حاجه مش جايين نقرا. والبيتا ادرينرجيك ستيمولانتس، طب ايه الانهيبيتورز بتاعته بقى اللي يوقفوه لو الكالسيوم زايد المغنيسيوم زايد يطلع ليه؟ هو بيزوده وهو اوريدي زايدين. او في فيتامين دي الاكتف فورم اللي هو كالسيترول اوريدي موجود، هو بيطلع عشان يعمله، ادي الانهيبيتورز بتاعته. نيجي تاني هرمون بقى يا اولاد اسمه كالستونين. الاول نتكلم عن الديسكفري. كالستونين اكتشف في 1962 بواسطه واحد اسمه كوب وواحد اسمه تشيري. يبقى كوب وتشيري في 1962 اكتشفوا الكالستونين. الاربع جمل تركيبه ايه؟ طالع منين؟ الاكشن، الكنترول. اربع جمل، حب النظام جدا في كل هرمون، عامل جدول رائع اهو. اربع جمل. طالع من البارافوليكولار سيلز اوف ثايرويد اللي هي اسمها سي سيلز، وقلت ليه سموها سي سيلز؟ لانها سي، لانها كلير سيلز، عشان اول حرف في كلير سي. تركيبه ايه؟ بولي بيبتايد برضه. 32 امينو اسيدز. الثاني كان 84 امينو اسيد، ده 32 امينو اسيد. المعلومه الثالثه وظيفته ايه بقى؟ ده عكس الباراثورمون. في كلمه كالسيوم لورنج هرمون، يبقى ده كالسيوم رايزنج، ده كالسيوم لورنج. طب عشان يوطي الكالسيوم يفكر، يبقى لازم يرميه في اليورين، يبقى يمنع الكالسيوم ري ابزوربشن في اليورين. ويعمل ايه تاني؟ ويعمل ديبوزيشن للكالسيوم في البون، فيسموه حتى بون بيلدينج هرمون. بون بيلدينج يعني الكالسيوم، يعني الباراثورمون يضعف البون. كنت بقولها حتى طول عمري حفظتها لاجيال، اكبر معول لتحطيم البون هو الباراثورمون، اكبر ناحك للبون هو الباراثورمون، انما اكبر بناء للبون اللي هو الكالستونين. بيرسب، هو عاوز ينقص الكالسيوم في الدم، فيحط الكالسيوم في البلاد، ديبوزيشن بيلدينج. تمام، عشان كده اقول لكم برضو معلومات طريفه يا اولاد. اي شخص عنده هشاشه في العظم، وقلنا سبيشال الستات بعد المينوبوز 7-12% عندهم هشاشه، وكل الناس كبر عندهم هشاشه، لما الهشاشه تزيد قوي بنديهم كالستونين بيبني البون. انت بقى اللي فهم، هو عشان يبني البون
يشغل البلاس ولا يشغل الكلاس؟ الف، انا عاوز ناس فاهم. يبقى لازم يزود الاكتيفيتي اوف بلاس ويقلل الاكتيفيتي اوف كلاس للاوائل. الميجر افكت مش انه يزود الاكتيفيتي اوف بلاس، انه ينقص الاكتيفيتي اوف كلاس. يعني الظاهر ان الكلاس دي كل الهرمونز حطينها في مخها، الباراثرمون يخليها تهد فيشغلها عن طريق انترلوكين 6، يشغل بلاس والبلاس يشغل الكلاس من انترلوكين 6، والسايروكالستونين عشان يبني يوقف الكلاس. ده الميجر افكت على البون. طب نيجي عشان ينقص الكالسيوم في البلاد يروح يرميه في الكيدني، اشتغل فين؟ يلا قول 100%. قلنا معظم الهرمونات بتشتغل، اتعلمنا بتعمل فاينل ادجستمنت اوف يورين، ضبط نهائي للبول. الضبط النهائي لازم يبقى في النهايه، يبقى الديستال كونفليتد تيبيول ينقص الكالسيوم في الديستال كونفليتد تيبيول. خد بقى المفاجاه اللي جايه. طب وعلى الفوسفورس يعمل ايه في البروكسيمال؟ قلنا اي فوسفورس بي مع البي في البروكسيمال. هنا بيزود كمان الـ بيقلل الري ابزوربشن، وبالتالي بيزود الاكسكريشن بتاع الفوسفيت في البروكسيمال. انت هتجاوبني ليه؟ لان ضبط البي اتش اهم من ضبط الفوسفورس والكالسيوم. فعشان كده حط الفوسفيت في اليورين عشان يشتغل كبفر للفيكسد اسيد. يبقى كانه السكند اكشن ليه انه بيعمل بيقلل الري ابزوربشن، او بطريقه اخرى بيزود الاكسكريشن. ما هو قلل الري ابزوربشن هيزود الاكسكريشن، بوث كالسيوم في الديستال اند بروكسيمال الفوسفيت في البروكسيمال. وده الماينور افكت، يعني الميجر افكتس على البون على الكلاس. ده الماينور افكت. طب ونيجي على الانتستين، مفيش اكشن خالص. الاولاني كان بيشتغل بنفسه، كان بيشتغل عن طريق انه يبعت ابنه، ده ما عندوش ابن، فنو اكشن على الانتستين. ففي اكشن على البون والكيدني بس. اهم اكشن فين يا اولاد؟ على البون. فين بالظبط؟ على الكلاس. يوقفها. سموه الكالسيونين بون بيلدينج هرمون، اكبر بناء للبون في الجسم هو الكالسيتونين، واكبر ناحيه ريزوربشن هو الباراثرمون، اكبر معول. طب نيجي الكنترول، النقطه الرابعه، هو وظيفته نقص كالسيوم في الدم. قولها انت، يبقى مين اهم ستيمولس ليه؟ هو اذا ينقص كالسيوم في الدم، يبقى امتى يطلع؟ لما يلاقي الكالسيوم في الدم زاد. بالعكس. طيب ده بقى حته من الحاجات الرائعه اللي بحبها قوي يا اولاد. او وده يدل ان وراء الخلق قوه عاقله، ان الكالسيوم ما زادش ولا حاجه، هيزيد. يعني هو بمخه لان وراء خلقه قوه عاقله نسميها الله، لقى حس ان الكالسيوم هيزيد فطلع عشان يمنع الزياده. امتى الكالسيوم بيزيد؟ بعد ما ناكل. طب ما احنا لما بناكل بيطلع جاسترو انستاينال هرمونز، من اهمهم الجاسترين. فانت تاكل يبقى الكالسيوم هيزيد في الدم، وهو اساسا ما بيحبش كالسيوم يزيد، هو كالسيوم لورينج هرمون. فلما بتاكل بيطلع هرمون اسمه جاسترين يطلع الكالسيتونين يمنع البوست برانديال هايبركالسيميا، زياده الكالسيوم بعد الاكل. شوف طب قول لي دي تدل على ايه؟ انها وراء الخلق قوه عاقله، انه منع التغير قبل ان يحدث. ما فيش تغير لسه، ده انت اكلت هيزيد لسه ما زادش، فهو منع الزياده بانه طلع الجاسترين اللي هو الجاسترون. لما اكلنا بيطلع هرمون اسمه جاسترين يطلع الكالسيتونين يمنع الهايبركالسيميا. شيء رائع. اسمع اللي بعدها جميله قوي قوي برضه، بيطلع بالايستروجين اللي بيزيد جدا في البريجننسي هرمون الانثوي، وبالبرولاكتين اللي بيزيد من اسمه في اللاكتيشن في الرضاعه. ليه؟ تعال نفهم. في البريجننسي الحمل والرضاعه بيمثل عبء على البونز، لان الميلك غني جدا في الكالسيوم. فالكالسيونين خايف على البون، خايف لا الكالسيوم بتاع الميلك ده يتاخد كله من البون بكميه مبالغ فيها، فالام يجي لها شاشه في البون انها فقدت كل الكالسيوم، او يعني نسبه كبيره من الكالسيوم بتاعها في الميلك، او في البريجننسي خدت الكالسيوم كله حطته في البونز بتاع البيبي، ما
لا يعني لازم تاكل حاجات فيها كالسيوم، مش يبقى المصدر الاساسي هو البون. فهو بيطلع ليه بقى؟ تو انهبيت الكالسيوم لوس فروم بونز. شوف الروعه. يعني ليه بيطلع في البريجننسي واللاكتيشن؟ عشان يقلل يحد من فقدان الكالسيوم اللي في البون. عشان كده بيطلع بالايستروجين بتاع الحمل وبيطلع بالبرولاكتين بتاع الرضاعه. ده هو ايدن بيوقف البرولاكتين عشان تبقى عارف، يعني الكالسيوم بينهبت البرولاكتين. ايه الروعه دي؟ انا مش جاي اقرا معاكم لسه يا اولاد، انا جاي افهم معاكم. هذا الهرمون بيبني العظم، هذا الهرمون خايف على العظم. ففي البريجننسي بيطلع عشان يمنع استهلاك عظم الام بنسبه اكبر مما ينبغي في صناعه عظم الجنين. بيطلع في الرضاعه عشان يمنع استهلاك الكالسيوم بتاع البون في الميلك. فعشان كده بيطلع بالايستروجين برولاكتين. هتبقى فاهم. نيجي للهرمون الرابع والاخير، الثالث والاخير، ودول ثلاثة من 14 النهارده، يعني محاضره قيمه جدا. ال 125 ده هيدروكسي كوليك الصفر. الاربع نقط بيطلع منين؟ تركيبه ايه؟ وبعدين الاكشن وبعدين الكنترول. بيطلع منين؟ من الكدني. الكدني بتطلع اهم فيتامين لبناء البون ويعتبر هرمون. من طالع من الكدني دايركت، يعني ده فيتامين وهرمون. وتبقى عارف القصه اللي قلناها من اول السيفن دي هيدرو كوليسترول بالالترا فاليت تدي كوليكالسيفرول، تحط له هيدروكسيل جروب في الليفر عند 25 وهيدروكسيل جروب ثاني في الكدني عند كام؟ عند واحد لو في باراثورمون دلوقتي الفا هيدروكسيليز. تحكي القصه دي، عشان كده قلنا مشاكل الكليه تبوظ البونز. طب تركيبه ايه بقى؟ دي مهمه قوي قوي قوي. الاثنين اللي قبل كده كانوا بولي بيبتايدز، انما ده تركيبه ستيرويد. ستيرويد. طب الاكشن الاول تملج زي نفس الطريقه، في كلمه بيعمل ايه؟ كالسيوم رايزنج هرمون زي الباراثورمون زي ابوه. فالابن يصنع مشيئه اباه. ابوه كان بيزود الكالسيوم اهو اللي هو الباراثورمون، هو كمان يزود الكالسيوم اهو زي ابوه. طيب اشتغل على ايه؟ اشتغل على البول وعلى الكدني وعلى الانتست. فين الملعب الرئيسي؟ الانتست. تستن بيعمل ابزوربشن لكل المينرالز، ده بيحب يبني، فبيزود الابزوربشن بتاع الكالسيوم والفوسفرس والمغنيسيوم. ده الملعب الرئيسي. ازاي الكالسيوم؟ اشرحهولي. هو استيرويدز بحرف الاس، يبقى يعمل فينسيس للبروتينز بحرف الاس، والاكشن بتاعه باسلوب حرف الاس. ايه البروتين اللي ممكن يخلقه في الانتستين يزود الابزوربشن في كالسيوم؟ بروتين يمسك الكالسيوم فيساعد امتصاصه، اسمه كال بايندين. كال بايندين ده الملعب الاساسي بتاعه، ان هو يزود المعادن من الانتستين، يزود الكالسيوم فوسفورس والمغنيسيوم بيه ابزوربشن كالسيوم فيا كال بايندين. نرجع بقى للبول. احب اقولها بطريقه لطيفه قوي. فيتامين دي 3 ده بيمثل نكست جينيريشن. يعني ايه؟ يعني عارف انت مثلا لما نقول ايفون وايباد والحاجات دي، ايفون مش عارف طلعه 10 دلوقتي ولا ايه، لازم يبقى الجينيريشن اللي بعديه احسن من اللي قبله. انت لازم يبقى عندك باراثورمون عشان يبقى عندك ال 125، ما هو لولا الباراثورمون ما كان ميلاد ال 125. فانا بقولها بنفس المنطق وبطريقه لطيفه في الشرح، يبقى ال 125 ده الجنريشن اللي بعد الباراثورمون، يعني الاول في باراثورمون وهو يكون ال 125، فلازم يبقى احسن من الجنريشن اللي قبله. فالباراثورمون كان مخه يعني متركب وان واي دايركشن، انه ينحت البون يحطم البون، اكبر معول تحطيم البون. والكالسونين اكبر بناء للبون. ده بقى ذكي جدا فيتامين دي 3 ده الاكتيف 4، قال لهم استنوا عليا شويه. انتوا هممكم ايه؟ قالوا هممنا الكالسيوم في الدم. قال لهم طب خلاص انا هبص للكالسيوم في الدم، لو لقيته قليل هعمل للبون ريزوربشن عشان ازوده، هسيح البون عشان يطلع الكالسيوم البون يزيد في الدم. لكن لو لقيت الكالسيوم زاد في الدم اعمل برضه زي ابويا ريزوربشن، لا بالعكس هعمل ديبوزيشن
عشان كده قلناه في كلمه، هو بيعمل ريزوربشن اند ديبوزيشن، يبقى بيساعد عمليه البون ريموديلنج حسب كميه الكالسيوم المتاح ديبندنج اون بلازما كالسيوم. شيء رائع، وعشان كده اعلم الدكاتره حاجه مهمه قوي. يجي للطبيب طفل او واحد كبير عنده هشاشه في العظم، فيقول له نديك فيتامين دي. غلط يا بابا، فيتامين دي مش هيبني العظم غير لو لقى الكالسيوم زايد في الدم. لما لقى الكالسيوم زايد في الدم، في زياده بالكالسيوم في الدم، ياخده يبني بيه البون. فما ينفعش تدي فيتامين دي لوحده، لازم تدي كالسيوم الاول، تزود الكالسيوم في الدم وبعديه فيتامين دي فياخد الكالسيوم يبني. لكن لو اديت فيتامين دي لوحده ولقى الكالسيوم في الدم قليل، هينيلها لك زياده، هيهد لك البون عشان يعدل الكالسيوم بتاع الدم، لان هو عينه على الكالسيوم بتاع الدم. التصرف في البون مقرون بكميه الكالسيوم اللي في الدم. فاوعى، بقول لكل الاطباء اللي فاهمين، لما تلاقي عيان او عيانه او طفل عنده ريكتس او ست عندها اوستوماليشيا ضعف في العظم، تديش فيتامين دي لوحده ابدا. فيتامين دي يعطى مع الكالسيوم، لان هو بيفكر ده لاست جينيريشن، بيبص للكالسيوم في الدم وديبندنج يتصرف. نيجي على الكيدني، هو بيصنع مشيئه ابوه بيزود الكالسيوم، فراح في الكيدني بيزود الكالسيوم ليه ابزوربشن في الديستال. حلو خالص، زي ابوه بالظبط اهو، زي ابوه كالسيوم في الديستال. هنا بقى بص حاجه غريبه قوي وبتلخبط كثير من الزملاء في الشرح. طب ابوه عمل ايه في الفوسفاس؟ كان عشان يزود الكالسيوم اندايركتلي رمى الفوسفيت، فالفوسفيت قل في الدم فالكالسيوم زاد. بس قلنا كان الغرض الاساسي من الحكايه دي يا اولاد مش ان هو يزود الكالسيوم، دي نمره اتنين، ان هو يعمل بافرنج للفيكسد اسيد. فده بقى عمل حاجه غريبه جدا، ان هو زود الفوسفيت ري ابزوربشن في البروكسيمال كونفيتيول. لان ده قلت لو خدت بالك في الانتستين بيحب يزود المعادن، فزود الابزوربشن في الانتستين ويزود الري ابزوربشن بتاع الكالسيوم والفوسفيت في الكيدني. وهنا عندي تعقيبين يا اولاد. التعقيب الاول ان نحن نعلم ان ربنا سبحان الله، الناس اللي مؤمن بوجود الله حاطط كل حاجه على ميزان، يبقى زي ما في تو هرمونز بيرموا الفوسفيت في اليورين عشان يعملوا بافرنج، كان لازم هرمون ياخد الفوسفيت من اليورين عشان يعمل كنترول. مش معقول كلهم يرموا فوسفيت، طب نظبط ازاي الكميه؟ يبقى الباراثرمون والكالسيوم بيرموا عشان يعملوا بافر، فيتامين دي يعمل ري ابزوربشن، هو يحب يحتفظ بالمعادن. ففي الانتستين خد الكالسيوم والفوسفيت والمغنيسيوم، في الكيدني خد الكالسيوم والفوسفيت، يحب المعادن قوي هو. فنمرة واحد ليه هو بيزود؟ عشان خاطر يبقى في بالانس، في حاجة ناس ترمي باراثرمون وكالسيوم يرموا فوسفيت وده يزود الفوسفيت. نمرة اتنين قلنا ان هو بيحب يزود المعادن. انا بقى بقولها بطريقة لا تنسى في الام اس كيو. فتح ودينك. فيما اتفق العدوان واختلفا الصديقان في الفوسفيت في البروكسيمال. يعني نقطة الاتفاق ما بين العدوين اللي هم الباراثرمون، اهو الباراثرمون اهي، والكالسيونين النقطه الوحيده اللي متفقين فيها، بص اهي حطها لك بالاصل، الفوسفيت في البروكسيم بالليزر، هما اتنين بيرموا فوسفيت. وفيما اختلف الصديقان الفوسفيت في البروكسيم، ان الاب كان بيرمي فوسفيت، الابن بياخد فوسفيت، عشان كده عاملها لك باللون الاصفر. يبقى اهم نقطه تاخد بالك منها، لان انت معتاد ان الكالسيوم عكس الباراثرمون، وفيتامين دي ده ابن الباراثرمون، لولا الباراثرمون ما كان ميلاده. فين النقطه الوحيده اللي اتفق فيها العدوان واختلف الصديقان؟ فوسفيت في البروكسيم، ان العدوين هم الاثنين بيرموا فوسفيت في البروكسيم. خلاص اهو بيرموا فوسفيت، اتفقوا مع انهم اعداء. وفي النقطه اللي اختلف فيها الباراثرمون مع ابنه، انه هو بيرمي فوسفيت، هو ده بيزود الفوسفيت في ابزوربشن. وقلنا ليه؟ لان ما ينفعش كلهم يرموا فوسفيت، لازم ناس ترمي وناس تاخد عشان نعمل بالانس. ونمره اثنين، ان في حاله فيتامين دي عاوزك تبقى فاهمها كويس قوي، هو بيحب جدا الاحتفاظ بالمعادن، فلو خدت بالك في التستين زود الابزوربشن بتاع الكالسيوم والفوسفيت، وفي الكيدني زود الابزوربشن بتاع الكالسيوم والفوسفيت.
فوسفيت. دي واحد من اهم النقط في الشرح. فيما اتفق العدوان الباراثورمون والكالسيوم وفيما اختلف الصديقان في الفوسفيت في البروكسيمال، اوعى تنسى. نيجي بقى نقطه رابعه اللي هي كنترول. هو كالسيوم رايزنج، يبقى ايه اهم حاجه تطلعه؟ نقص الكالسيوم. طب تاني حاجة تطلعه الباراثورمون. لولا الباراثورمون ما كان ميلاد ال 125، كان هتقول ال 2425، يبقى الباراثورمون بيزوده. طب وتالت حاجة النيجاتيف فيدباك ميكانيزم. لو قل الاكتف فورم اوف فيتامين دي ال 125 دايدروكسكوليك كالسيفرول بالنيجاتيف فيدباك هيحصل اكتيفيشن لل 1 الفا هيدروكسيليز انزيم في الكيدني بالباراثورمون يطلع مور فيتامين دي. ده الكنترول. يبقى دول يا اولاد ده ثلاث هرمونات من ال 14 سؤال مهمين في الاندوكراين ريبرودكشن، الباراثورمون والكالستونين والاكتف فورم اوف فيتامين دي. هتشرحهم ازاي؟ كل واحد في اربع نقاط. طالع منين؟ النقطه الثانيه الكيمستري تركيبه ايه؟ الثالثه وهي الاهم الاكشنز، والرابعه الكنترول. ولا تنسى ان الباراثورمون ده الموست تيبيكال، ده قال عشان ازود الكالسيوم في الدم لازم ازود الابزوربشن انتستين، واذا وامنع الاكسكريشن ازود الري ابزوربشن في الكيدني، ولازم اهد البول عشان الكالسيوم يزيد في البلاد. ريزوربشن حتى لهم كلمه مشتبهه يعني فيها سجع، ريزوربشن ري ابزوربشن اند ابزوربشن. اما الكالستونين قلنا بالعكس، ده بون بيلدينج، فالبون عمل ديبوزيشن، ده الميجر افكت ان هو بينهيبت الكلاس. وبعدين عاوز يقلل الكالسيوم في الدم، ده بقى عمل الاثنين، عمل منع الري ابزوربشن كالسيوم في البروكسيمال والفوسفيت في الديستال، رماهم الاثنين ومفيش اكشن على انتست. نيجي فال فيتامين دي، ده يحب المعادن جدا. فال انتست عمل ابزوربشن لكالسيوم فوسفيت ومغنيسيوم، في الكيدني عمل ابزوربشن لفوسفيت في البروكسيمال والكالسيوم في الديستال. وبعدين بوم بقى عمل حاجة ذكية جدا، انا هبص على الكالسيوم في البون، لو لقيته زايد اخده اعمل بي ديبوزيشن، لو لقيته ناقص اعمل ريزوربشن للبون وارمي شوية كالسيوم في البلاد. فعش كده قلنا بون ريموديلنج ديبندينج اون بلازما كالسيوم. والنقطة الرابعة الكنترول، مش عيد تاني، انت تقدر تعيد الكلام ده بالفيديو. واحد من اهم المحاضرات اللي هو الكالسيوم هوميوستيزيس، المحاضرة القادمة بإذن الله في الاندوكراين، لما نوصل الاندوكراين في نفس هذا اليوم هنكمل حاجات بسيطة في الديس اوردرز، وبعدين ندخل في السوبرينال بإذن الله. وفي النهاية بأشكركم على أنكم دوتوني وقتكم، وأتمنى أن أكون أفدتكم، ولم يبقى إلا الدعاء بالتوفيق، وفقكم الله. Good luck يا أولاد.